اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا مع قيمه علميه كبيره في عالم الحقن المنجهري، في عالم علاج تاخر الانجاب. قضيه مهمه جدا على فكره، الدوله كلها مهتميه بانه الانسان لازم يستفيد من العلم. ربنا لما بيوهب الناس العلم، ما بيوهب العلماء العلم، من ضمن فروض المهمه جدا على الجمهور، على المتلقي، انه يستفيد من هذا العلم. من ضمن الافادات المهمه جدا انه المتأخرة في الإنجاب أو المتأخر في الإنجاب أو اللي عندهم أمراض وراثية في العيلة لازم يعملوا حاجة اسمها فحص وراثي. ليه؟ لأنه ده أنا باخد بالأسباب، وربنا هو الشافي المعافي وهو الحافظ. فكر الأفكار الثابتة بقى اللي في دماغ بعض الناس، اللي هو إيه؟ وأنا أعمل فحص وراثي، أنا أكتشف إن الجنين قبل ما يتزرع فيه مرض وراثي، طب ما بقى فال الله ولا فالك. يا سيدي الكلام دوت لازم يتغير من مفهومك. ربنا ما أمرش بكده. ما فيش حاجة في القرآن اسمها فال الله ولا فالك، يعني في حاجة اسمها الأخذ بالأسباب، في حاجة اسمها إننا نمشي وراء العلم، في حاجة اسمها قدر ربنا هينفذ، بس لازم أنا ربنا اداني عقل واداني علم، عملت بيه ولا لأ؟ عملت فحص وراثي فلقيت إن واحد من الأجنة عنده مرض قد يعيق وقد يرهق الأبوين، والإرهاق دي جت في القرآن في 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 إنه ربنا احيانا يعني يخاف على عباده المخلصين، فيعني يسهل لهم حياه معينه ما فيهاش ارهاق. احنا اللي بنبحث على الارهاق ده لان احنا ساعات ما بناخدش بالاسباب، فنقع في مصيده ارهاق الوالدين بطفل عنده مرض خطير جدا. كان ممكن نتجنب الامر طبعا اذا كان المرض ده غير مكتشف وجه كده، خلاص ده قدر، لكن احنا ما اخدناش بالاسباب وبعدين نقول ان خلاص بقى هنعمل ايه. لا، انت قصرت في حق ابنك او قصرت في حق عيلتك انك انت ما اخدتش بالاسباب في هذا الامر. فالكلام ده مهم جدا. النهارده لقاء زي ما قلت لكم مع قيمه علميه كبيره ومنظومه علميه عالميه، بنفتخر بوجود المنظومه العلميه العالميه. طبعا يعني بلا شك الاسم الكبير الذي يمثل هذه المنظومه هو ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم القدير الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المنجهري، الاستاذ بكليه الطب والمدير الطبي للمركز المصري لاطفال الانابيب، المركز المصري العالمي طبعا لاطفال الانابيب، وزميل جامعه مونبلييه الفرنسيه وعضو الجمعيه الاوروبيه لاطفال الانابيب الاسم القدير. منورنا دكتور احمد بيه، وشرف كبير لينا هذه الزياره. ازيك يا دكتور ايمن؟ احنا بنتشرف نكون مع حضرتك. وشرفنا طيب، احنا بنتشرف دايما. وجود المركز المصري في اي منظومه يعتبر شرف كبير لي. وجودنا مع حضرتك شرف لينا احنا، وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم. رمضان كريم. الله اكرم. خلينا نبدا كلامنا بالمعنى اللي انا قلته ده. هل الفحص الوراثي للاجنه، في ناس ربما عندها برضو تدين وكل حاجه، بس بيبقوا عندهم اعتقاد ان ده نوع من البحث في الغيب او تغيير القدر. ده انا بتكلم بجد. في ناس ممكن تسال الكلام ده، رغم ان الكلام ده ملوش علاقه بالواقع العلمي ولا الديني على الاطلاق. لا طبعا ملوش دعوه. لا طبعا، هو يعني زي ما حضرتك قلت الاخذ بالاسباب، يعني ما فيش داعي الواحد يجيب طفل عنده مشكله كبيره ويقعد يعاني معاه طول حياته، حرام يعني. النهارده ادينا زي ما حضرتك قلت برضه ربنا ادانا العلم اللي هنقدر نتفادى بيه حاجات زي دي، فيبقى حرام علينا لو ما استعملناهوش يعني. ايه المعنى المقصود بالفحص الوراثي للاجنه؟ بص، هو الفحص الوراثي للاجنه ده حاجتين، في حاجه اسمها فحص الكروموزومات وفي حاجه اسمها فحص الجينات. تمام. فحص الكروموزومات ده بيتعمل اساسا عشان سببين. الحاجه الاولانيه بنقول عليها سوشيال، السوشيال هو اجتماعيا يعني، يعني في حد بيكون عايز يخلف ولد او عايز يخلف بنت، او في اوراد وراثيه ما تجيش في الولد او تيجي في البنت، فبالحاله دي بنختار الجنين اللي هو يكونش فيه المرض ده، فده حاجه اسمها فحص كروموزومات الاجنه. تمام. او بنتعمل برضه فحص كروموزومات الاجنه للست اللي حصل لها فشل متكرر في حقن المجهري. تمام. الحاجه الثانيه اللي احنا ممكن نعملها اللي هو الفحص الجيني، وده بقى اللي هو مهم جدا، لان في آلات فيها امراض معروفه زي ايه مثلا انيميا البحر المتوسط، او زي اللي هو الدوشان اللي هو تيبس العضلات. ففي الحاله دي بنقدر ان احنا نشيل الجين المسؤول عن الموضوع ده، فبالتالي نجيب طفل سليم ما يعانيش المعاناه دي. ده مش كده وبس، ده في نوعيه من الامراض يعني بيحتاجوا ان الطفل الثاني يكون زي ريزرفوار لاخوه، يعني بنقدر نستعمل الخلايا بتاعته عشان نعالج اخوه من امراض دمويه معينه، فبالتالي بنقدر ان احنا نعمل HLA تايبنج اللي هو نجيب جنين يكون متوافق مع الطفل المريض عشان يكون علاج ليها. فعندنا يكون بالنسبه له يعتبر ريزرفوار، يعني كانه اجزخانه لاخوه. بالظبط كده. بيديله الدواء من دمه. بالظبط كده، بيديله الدواء من دمه. تمام. فهم مجموعتين كبار، المجموعه الاولانيه فحص الكروموزومات، والمجموعه الثانيه فحص الجينات.
فحص الجينات ده لتجنب الأمراض الوراثية، بينما فحص الكروموزومات لاختيار نوع الجنين سواء ولد أو بنت، لأن في أمراض ما تجيش غير في الولاد وأمراض ما تجيش غير في البنات، وللناس اللي حصل لها فشل متكرر أثناء الحقن المجهري. إزاي بنعمل الفحص؟ إحنا أول حاجة في الحقن المجهري طبعاً زي ما حضرتك عارف إن إحنا بناخد الحنان المنوي ونحقنه في البويضة ونعمل جنين. بعد ما نعمل جنين، الجنين ده بينقسم، يعني الأول بيكون مكون من خليتين، وبعد كده 4 خلايا وثمانية وستاشر، وبعد كده 32 خلية. فاللي إحنا بنعمله بعد مرحلة الإخصاب والإنقسام، بناخد خلية بناخدها غالباً يا إما في اليوم الثالث اللي هو الجنين مكون من 8 خلايا، أو في اليوم الخامس اللي هو في مرحلة البلاستوسيست، ونفحصها بإن إحنا نشوف الكروموزومات بتاعتها شكلها عامل إزاي، أو إن إحنا نعمل أيزوليشن للجين المسؤول عن مرض معين. أوكي، فالتكنيكس اللي هي بتتعمل يا إما حاجة اسمها فيش بالنسبة للكروموزومات، أو حاجة اسمها بي جي دي بيقولوا عليه اللي هو بري امبلانتيشن جينيتك دايجنوزز، اللي هو التشخيص ما قبل الزرع في الرحم، بحيث إن إحنا نقدر نشيل الجين المسؤول عن المرض المعين. على أساس إيه بتبدأ تستبعد الجينة تقول لا الجينة دي مش نافعة؟ حسب الكروموزومات بتاعتها أخبارها إيه؟ يعني إحنا لو إحنا بنعملها عشان نشيل مثلا مرض وراثي، لا، لو إحنا مثلا عندنا 8 أجنة بنفحص الأجنة دي، فلما بيجي لنا التقرير من المعمل هيقول له حضرتك الأجنة اللي مش متصابة رقم 1 و3 و5، فهذا يعني الأجنة دي صالحة إنها تتزرع، بينما بقية الأجنة لا، بتحمل الورد الوراثي اللي هو ممكن ينتج عنه طفل مريض. متى نفحص أو نقوم بالفحص الوراثي أثناء الحقن المجهري نفسه؟ لما يكون في سبب قبل ما نعمل، يعني دايما حاجة مش بنكتشفها بالصدفة، لا، قبل ما نعمل تبتدي برنامج الحقن المجهري بنكون عملنا ده كويس قوي وعملناها عرض على دكتور الجينات، لأن برضو موضوع فحص الوراثي ده لازم يكون في فريق متكامل بيشتغل فيه، دكتور النساء ده جزء، ودكتور المعمل ده جزء، ودكتور الوراثة ده جزء التالت، هم التلاتة بيكونوا مكملين لبعض. فقد ما نعمل أي حاجة لازم نبقى عارفين احتمال حدوث المرض في الطفل يكون قد إيه. اللي بيعملنا بقى الموضوع ده اللي هو دكتور الوراثة، وبعد كده بعد ما ناخد العينات دي بنبعتها معامل متخصصة في الموضوع ده، بحيث إن هي تقدر تقول لنا إيه الأجنة المصابة وإيه الأجنة مش مصابة، بحيث إن احنا نستبعد الأجنة اللي هي فيها مشاكل. ده بالنسبة للي هي الأمراض الوراثية. بينما الفحص الكروموزومات عشان فشل حقن مجهري، لا، بنعمل بقى فحص شامل للكروموزومات، لأن حضرتك هتستغرب إن أغلب الأجنة اللي بتتنقل بيكون فيها مشكلة في الكروموزومات. ده ما بيبانش إن احنا بنعملوش كروتين، بس لو احنا عملناه مشكلة طبعا هو حاجة مكلفة، هنلاقي جزء كبير قوي من الأجنة بيكون كروموزوماته مش مظبوطة، فبالتالي بتأثر على إن يحصل حمل وبتزود احتمال الإجهاض، فبيكون بالتالي إن احنا نعمل تحليل كروموزومات بحيث نختار الأجنة السليمة اللي هي بتزود فرص حدوث الحمل. الناس لازم تبقى فاهمة إنه مش معنى إن أنا بعمل حقن مجهري إنه لازم الحمل يحصل، أحيانا يحصل الحقن المجهري بس ما يحصلش حمل. هل الفحص الوراثي للأجنة بيزود إن فرص إن الحمل فعلا يحصل بعد الحقن المجهري؟ بيزود قوي النسبة، يعني بدل ما النسبة مثلا في السن الصغير تكون 45%، لا، ممكن ترتفع وتوصل 70%. فطبعا بيزود بكتير. تحديد جنس المولود علاقته إيه بإن أنا أكون بعيد عن أمراض معينة؟ الحتة دي الناس دايما معتقدة أو في دماغها أنه تحديد جنس المولود اللي هو أنا مخلف بنات فأنا عايز ولد، أو مخلف ولاد كتير فأنا نفسي بنت، أو عايز بنت عشان تساعد أمها، شايف أمها هتتعب فهتشيل البيت، وده شيء يحترم يعني، والعلم ده كله بيد ربنا في الآخر يعني. لكن الأهم من الحكاية دي حكاية الرغبة الاجتماعية أو الاحتياج الاجتماعي، الاحتياج المرضي. لان في امراض ما بتجيش في الولاد وامراض ما بتجيش في البنات، ففي الحاله دي بنعمل اللي هو الميديكال سكس سيلكشن اللي هو ليه غرض طبي، بحيث ان احنا نستبعد البيبي الولد في المشاكل اللي هي بتيجي في الولاد، والبيبي البنت في المشاكل اللي هي بتيجي في البنات يعني. هل له ضوابط؟ بص، هو في فتوى صريحه موجوده تمام بتقول ان احنا ما نقدرش نعمل اختيار نوع الاجنه او سكس سيلكشن الا لو عندنا طفلين من نوع واحد، بمعنى الست لو عندها ولدين ممكن تعمل سكس سيلكشن وتجيب بنت، او عندها بنتين تعمل سكس سيلكشن وتجيب ولد. بس اللي هو اجتماعيا اللي هو من بابه ده، حد يقول لحضرتك لا عايز انقل الولد وعنقل البنت، لا، ده الحقيقه فيها حرمانيه، والفتوى بتاعت الازهر كانت صريحه قوي في الموضوع ده. لو احنا عندنا طفلين من نوع واحد، لا، في الحاله دي نقدر نعمل اختيار نوع الجنين ما يكونش فيها اي حرمانيه، ما فيهاش اي حرمانيه خالص، لا اطلاقا، بس بضوابط معينه، بضوابط معينه، والموضوع كله في ايد ربنا في الاخر. المعنى ده مهم قوي، مش يعني مش احنا اللي ربنا هو اللي بيديله الفرصه ان هو يحكي في الاخر. حاجه في الاخر، زي ما بنقول للناس احنا لا بنعمل ولد ولا بنعمل بنت، احنا مجرد بنكشف عليه ونقول للمريض ده ولد او بنت قبل ما تزرعه، انما في الاخر احنا ما بنعملوش، اللي بيعمله طبعا هو ربنا زي ما حضرتك قلت. نقرب من الموضوع شويه، ازاي بنحدد نوع الجنين؟
ان احنا برضو في اليوم الثالث بعد ما الاجنه تتخصب بناخد منها خليه ونعمل حاجه اسمها فيش تكنيك، بحيث ان احنا نكشف على الكروموزومز المسؤوله عنه. زي ما حضرتك عارف طبعا البنت بيكون فيها الكروموزومز اكس اكس والولد اكس واي، فالمعمل بيقدر يقول لنا ايه فيهم الولاد وايه فيهم البنات، بحيث ان احنا نزرع الولد اللي عايزه او محتاجه والبنت اللي عايزها او محتاجها. كويس قوي. هل بنعمل تحديد جنس المولود في نفس التقنيه بتاعه الحقن المجهري نفسه مع الحقن المجهري؟ يعني بعد ما نعمل حقن مجهري، لان الحقن المجهري ده يعني احنا اخذنا بويضات وحقناها بالحمايه المنويه وعمل اخصاب وحصل جنين وانقسم، كده اسمها حقن مجهري. الفحص نوع الجنين هو الخطوه الزياده بعد ما جنين يتكون، قبل ما نزرعه جوه الرحم بناخد منه خليه ونفحصها بحيث نعرف ده ولد او بنت وبعد كده نزرعه. فهي خطوه مكمله لموضوع الحقن المجهري. احنا بنبدا من امتى؟ يعني تاريخنا المركز المصري اقدم مكان في مصر واكثرهم عراقه، يعني بداتوا امتى تحديد جنس المولود؟ تحديد جنس المولود احنا عملناه بعد ما الفتوه خرجت من الازهر طبعا. قبل كده ما نقدرش ان احنا نعمله، انك عارف برضه لازم يبقى عندنا يعني سند ديني ان احنا نقدر نعمل حاجه زي دي. فبقى لنا دلوقتي تقريبا بنعمله حوالي 10 سنين يعني. ده حديث جدا. يعتبر يعني الموضوع كان قبل كده يعتبر كان شائك. طبعا. لا حاجه مش من زمان. ايه اغرب القصص في تحديد جنس المولود اللي حضرتك شفتها، او الحاجات اللي لا تنساها في تحديد جنس المولود؟ هو الحاجات لا انساها ان الغالبيه العظمى من الناس بيكونوا عايزين ولد، ساعات قليله قوي بتلاقي حد عايز بنت. بس هو المؤثر في الموضوع ان حضرتك عرفت تشوف السبب اللي هم عايزين ولد عشانه. يعني تلاقي بعد الشر مثلا راجل يقول لحضرتك انا كنت راجل كويس جدا وعندي 3 بنات ومبسوط بيهم، بس للاسف حصل لي حادثه مثلا وحصل لي شلل يعني، فانا بس عايز اجيب ولد عشان يحمي اخواته البنات. طبعا. فهي كلها حاجات مؤثره وانسانيه الحقيقه. يعني هو فعلا يعني والله لو ربنا ريد له هيحصل. بالظبط يعني كده. بلا شك يعني. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان هو يعني عارف الواحد لو بص له من بره ممكن تحس ان هو رفاهيه. لا. بس لما تخش في الديتيلز بتاعت الموضوع وتتكلم مع الناس وكده، لا هو احتياج اكتر منه رفاهيه. ساعات الاب بيبقى كبير في السن والولاد يعني صغيرين، فعايز سند وعايز يطمن عليهم. وطبعا الحافظ هو الله في الاخر يعني. لا وحضرتك عرفت تلاقي مثلا بنت بعد الشر معاقه او حاجه وعايزين بس حد يسندها، فنفسها تجيب ولد ان هو يسند اخته بعد ما اهلهم يعني ربنا يتوفاهم يا الله. وفي امراض يعني الناس ما تتخيلش خطوره مرض زي الدوشين مثلا. طبعا. لا ده حاجه يعني ربنا يعفي كل المشاهدين ويعفينا من حاجه زي دي، بس طبعا الله يكون في عون الاهل اللي عندهم حاجه زي دي. لا طبعا فالعلم ساعدنا كتير قوي في الحاجات دي. انا حضرتك عارف ان العيله اللي فيها طفل عنده ثاليسيميا اللي هي انيميا البحر المتوسط، او عنده دوشين، او عنده سباينال ديستروفي، او عنده هيموفيليا طبعا حاجه يعني حاجه تقطع الاعصاب طبعا. حرام للطفل ولعيلته يعني. لا فربنا ادانا العلم ان احنا نقدر نمنع او يعني نتواصل ان احنا نمنع حاجه زي دي. بالظبط كده. يعني ما نقصرش بقى يعني. الدوله كلها ويعني دعمت او صدرت فكره علميه مهمه جدا اللي هو ان الواحد ما ينفعش انه يؤثر في البحث العلمي قبل تكوين اسره. طبعا. البحث العلمي الخاص بيه دي مسؤوليتك. البحث العلمي الخاص بيه ان انا اروح للمركز المتخصص اشوف هعمل حقن مجهري اختيار جنس مولود، خصوصا في الناس اللي عندها تاريخ عائلي بامراض مخيفه زي اللي احنا قلناها. طبعا هي كلها امراض مخيفه زي ما حضرتك بتقول يعني. نورت وشرفت وشرف لينا دائما وجود المركز المصري معانا بوجودك، ويعني طبعا بوجود تاثير اساتذتنا الكبار الاستاذ دكتور جمال ابو السرور والاستاذ دكتور محمد ابو الوهاب. شرف كبير جدا ان احنا نكون معاكم ونستفيد من هذا العلم الغزير. دائما احنا بنتشرف بوجودنا مع حضرتك، بنشوف حضرتك على خير دائما ان شاء الله. دائما بتنور ان شاء الله. مساعد الدكتور ضيف العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد والحقن المجهري بكليه الطب، المدير الطبي للمركز المصري لاطفال الانابيب، وزميل جامعه مونبليه الفرنسيه، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقات على الاطلاق في الناس الحلوه. خليكم على الناس الحلوه. اهلا بكم حب الشباب. موضوع علمي في منتهى الاهميه، واحد من فروع الطب الفنيه المهريه المهمه جدا. تعالوا نعيش مع حب الشباب هذا الموضوع شديد الانتشار شديد الاهميه، ونشوف الجديد وازاي بنعالج حب الشباب، وهل علاج تيلور يعني مفصل لكل حاله، ولا علاج امبيريكال ثابت لكل الناس اللي عندها حب الشباب؟ اكيد مفصل.
بس ازاي نفصله؟ ده الاجابه اللي نسمعها مع ضيفي، ضيفتي العزيزه النهارده، اسم متميز للغايه، دكتوره حسناء عادل، اخصائي امراض الجلديه والتجميل والعلاج بالليزر، ماجستير امراض الجلديه، دبلوم الليزر من المعهد القومي للليزر، عضو الجمعيه المصريه للامراض الجلديه الاسم القدير. اهلا بك دكتوره حسناء. اهلا بحضرتك. الحقيقه انا عايز ابدا بالاول اكاديميا كده، ايه هو حب الشباب اساسا؟ هو حب الشباب هي حبوب، الاسم اللي هي الشباب، ان هي بتظهر في فتره الشباب، ده الاسم الشائع او الاسم المشهور عليه، لكن هو مش شرط تظهر في فتره الشباب، ممكن تظهر عند الاطفال وممكن تظهر بعد مرحله الشباب، يعني بعد 30 35 سنه بتظهر فيها، لكن الشائع بتاعها انها بتظهر مع مرحله البلوغ 13 14 سنه لحد ال 28 سنه تقريبا. يعني تسميتها العربيه مش مطابقه لتسميتها الانجليزيه، بالانجليزي اكني فالجاريس، واكني يعني حب، وفالجاريس جايه من الشائع، هي باللغه العربيه اسمها العد الشائع. اوكي، هو ده الترجمه الحرفيه. ده الترجمه الحرفيه. فهي بتظهر في الشائع بتاعنا، انها بتظهر في المرحله دي بس. في ناس بتظهر لها قبل كده وفي ناس بتظهر لها بعد كده. في المرحله دي بيبقى مع بدايه تغير الهرمونات، بتبقى السبيشيوس جلاند او الغدد الدهنيه بتبقى حساسه شويه للاندروجين هرمون، فتبدا ان افراز الدهون بتاعها يزيد. لما بيزيد افراز الدهون بيتراكم، فبيسد الفتحات بتاعه بصيلات الشعر، مع تراكم الجلد الميت والخلايا الميته بتبدا بقى البكتيريا تنشط وتظهر بقى الحبوب في صورها المعروفه. يعني ايه اسباب ظهور حب الشباب او العوامل؟ الاساس العامل وراثي، يعني لو الاب او الام عندهم حب شباب بنسبه كبيره جدا بيبقى الاولاد او البنات عندهم حبوب شباب. تاني حاجه ممكن اللايف ستايل نفسه، يعني بناكل ايه بنشرب ايه، في حاجات معينه في الاكل بتحفز افراز الدهون زي الشوكولاته والكاكاو. المفروض الناس اللي عندها عرضه لحب شباب بتتمنع منها لغايه تقريبا 35 او 40 سنه، الشوكولاته والكاكاو المفروض. الحاجات اللي فيها مواد حافظه، الحاجات السبايسي، المياه الغازيه، الفاست فود، المقليات، منتجات الالبان، المفروض ان احنا ناخد حوالي 20% منتجات البان وتكون خاليه الدسم. الكالسيوم ممكن نعوضه باي حاجه تانية غير اللبن، مش شرط منتجات البان. هو اللبن ما بيعوضش الكالسيوم، عشان بس الناس هي يعني الناس مش عايزه تدخل في تفاصيل علميه، بس اللبن ما بيديش للانسان كالسيوم، عشان الاعلانات التجاريه بالموضوع دوت يعني بوظت دماغ الناس يعني. شويه هما بقى الكونسبت، انت يا دكتور هتقولي لنا اللبن لا، طب احنا الكالسيوم منين؟ لا، في حاجات كتير جدا يعني ممكن البيض، في كالسيوم، السبانخ، الباميه، يعني في حاجات كتير. بالظبط. فدي حاجات بتحفز افراز الدهون. برضو ممكن على حسب هما بيستخدموا ايه، في ناس بتستخدم انواع ميك اب بتكون رديئه او بيكون فيها زيوت بتزود افراز الدهون وتسد المسام. ممكن في ناس بتجيب خلطات تفتيح، اللي هي بقى بيجيبوها دي سمعوا عنها على النت او البلوجرز او من الصيدليات او كده. الخلطات دي بيبقى فيها كورتيزون، الكورتيزون ده اول حاجه بيعمل الحبوب دي بغض النظر عن المشاكل التانية اللي ممكن يسببها في الجلد. فالحاجات دي المفروض نبعد عنها خالص. طب ايه اللايف ستايل الغلط اللي بنعمله فيجيب لنا حب الشباب؟ طبيعه الاكل، طبيعه الشرب، الاسترس، التلوث اللي حوالينا، لو حد بيلبس ماسك فتره طويله، الحاجات دي كلها ممكن تزود فرصه حبوب الشباب. هل ده مرتبط بتغير هرموني او خلل هرموني؟ هو اكيد، يعني في نوع اصلا كامل من انواع حب الشباب اسمه حبوب الشباب، حب الشباب الهرموني. ده بيبقى معاه اعراض تانية غير حب الشباب، زي مثلا فراغات في فروه الراس، شعر سميك بيظهر في منطقه الدقن او الشنب، بيبقى معاها برضو تكيسات في المبايض. ده نوع في البنات، ده في البنات ده اسمه حب شباب هرموني. وفي الاساس هو اصلا بيجي نتيجه لتغير الهرمونات، لان الهرمون اللي هو الاندروجين او الذكوره لما بيزيد شويه بتبدا الغده الدهنيه افرازها يزيد، فبتبقى معدل حدوث الحبوب بتبقى اكتر شويه. طيب خلينا نتكلم على الانواع، وبعدين الانواع دي هي انا عارفهم يعني، فبلاش الكلام العلمي الجامد قوي بقى اللي هو بقى ايه، لكن هنشرحها بطريقه بسيطه عشان الناس تفهم. بسيطه مبدئيا كده انواعهم، ان في نوع اللي هو انفانتايل يعني بيظهر في الاطفال، في نوع اللي هو الكومون اللي هو اللي بيظهر في الادوليسنت اللي بيظهر في مرحله البلوغ، وفي نوع تاني اللي هو الليت اونست اللي هو بيظهر في سن كبير.
لو هنقسم بقى كل واحد فيهم لانواع مختلفه، ففي مثلا الكوميدونز اللي هي بتبقى الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء، وده ابسط نوع فيهم. تمام. وفي نوع اللي هو بيبقى فيه الحبوب الملتهبه او اللونها احمر دي، بعد كده بعد شويه لو سبناها شويه بتدخل لمرحله البسطيول او اللي بتبقى الحبوب اللي بيبقى فيها صديد، المرحله الاشد او الاخطر شويه بيبقى بقى الحب الشباب وصل للالتهاب فيه للطبقه الثانيه من الجلد، فبيعمل تكيسات، وده بيبقى اسمه حب الشباب المتحوصل. ده بيبقى اصعب حتى علاجه بيبقى اصعب. باستولو نوديولوسيستيك. نوديولوسيستيك نوديولوسيستيك اكني. ده بيبقى اصعب نوع في انواع حبوب الشباب، وفرصه تكون السكارز او الندبات معاه بتبقى اكتر. عشان كده حتى لما بنبدا علاج بنبدا علاج اجريسيف او بنبدا باقوى حاجه من بدايه خطه العلاج يعني. هل حب الشباب درجات انا بتزحلق من درجه لدرجه؟ ايوه، في ما احنا قلنا المايلد اللي هو الكوميدونال ده اللي هو فيه ممكن اقلب من كوميدونال لحاجه اسوء منه. ايوه ممكن. ايوه لو سبناه ما استخدمناش الروتين المناسب، احنا هندخل في المراحل اللي بعد كده واحده واحده. مش مثلا ما يجي لي الكوميدونال فاقعد على طول كده. لا خالص، لا يعني ممكن يتحول لحويصله، يتحول لمشاكل. هو يعني ممكن صعب ان هو يوصل لمتحوصل يعني، الا لو حد عنده عرضه لكده. انما هو ممكن مثلا يبقى كوميدونال حاجات بسيطه خالص، وبعد كده تبقى حبوب ملتهبه. فالحبوب الملتهبه بتتكون بعد كده فيها صديد، فممكن تسيب اثار حتى لو بقع، او بقع حمراء، بقع بنيه او بقع حمراء، الاثنين دول علاجهم برضو بيبقى صعب شويه. ايه اكتر الاماكن اللي بيظهر فيها حب الشباب؟ هي عموما حبوب الشباب بتظهر في الاماكن اللي فيها غدد دهنيه، يعني زي منطقه الغدد الدهنيه نشطه، زي منطقه الوجه، الصدر، الشولدرز او الاكتاف، والظهر، دي الاماكن فيها غدد دهنيه نشطه، فدي سهل ان يظهر فيها حبوب شباب. طيب نرسم بقى خريطه العلاج. ايه بقى خريطه العلاج؟ خريطه العلاج الاول ان طالما ظهر حباي يبقى لازم اتوجه للدكتور بتاعي وابدا اشوف ان المشكله فين وابدا ان انا اعالجها. لو في اي سبب خارجي بيساعد على ان الحبوب تظهر المفروض ابعد عنه تماما. بنبدأ بقى خطة العلاج على حسب نوع ودرجة الحبوب اللي احنا شايفينها. ممكن نستخدم كريمات موضعية لو حب الشباب ده بسيط، بعد شوية ممكن نتدخل بمضادات حيوية أو جلسات زي جلسات التقشير. لو حب الشباب شديد قوي ممكن احنا ندخل بقى بالعلاج الأقوى واللي هو الأيزوتريتينوين اللي الناس بتخاف منه يعني عموما، بس هو مش بيخوف ولا حاجه يعني، هو علاج زيه زي اي علاج. هو فيتامين الف، فيتامين الف احنا بناخده في الاكل وبناخده في فيتامينات تانية. اهم حاجه في العلاج ان احنا نلتزم بمده العلاج او الكورس بتاعه، يعني مش نلاقي نفسنا اتحسننا فنبطل علاج. العلاج هو كورس متكامل بناخده على حسب الحاله وعلى حسب الوزن نفسه بتاع المريض. مش كل الحالات زي بعضها، في ناس ممكن تاخد 4 شهور، في ناس 6، في ناس 8. لو التزمنا بمدة العلاج بنقدر بعدها ان احنا نتحكم في الحبوب دي ما ترجعش تاني بعد فترة قريبة. هنا مثلا في حالة زي كده كانت قصته ايه ده؟ الحالة زي دي مش حب شباب عادي، ده حاجة اسمها جرام نيجاتيف فولليكولايتس، او يعني زي نشاط للبكتيريا السالبة في الجلد. فدي كان لازم نتدخل بسرعة برضو بعلاج قوي زي الأيزو. الفكرة ان ده المسافة ما بين النتيجة دي ودي تقريبا شهر بالعلاج. بس ده فولليكولايتس ماشي، بس ده نوع برضو من أنواع الحبوب. ده نوع برضو من أنواع حبوب الشباب. ده انفكشن بقى، ده عدوى. لا ما كانش عدوى، ده كان من لبس الماسك. كان هتلاقيه ده بيجي في من الحلقة الغلط برضو ممكن في بس دي يعني بتبقى اكتر مش حلقه غلط، بيبقى الشعر بيدخل تاني تحت الجلد يعمل كده اتجاه الشعر الغلط يعني. بيدخل تحت الجلد تاني. الفكره ان مش اتحسنت الحبوب، فالبقع الحمراء دي لو ما كملناش علاج هتسيب مكانها ندبات او سكارز. فولليكولايتس دي حاجه لازم تتعالج بشكل جيد جدا يعني. طب ايه دور الليزر في التعامل مع دي برضو؟ طب قبل نشوف دي الاول، الحاله دي يعني دي بقى ما كانش علاج فقط، دي كان علاج وكان معاها جلسات بيلينج وجلسات فراكشنال ليزر، علشان فرصه الندبات عندها كانت عاليه جدا لان عندها تاريخ مرضي من ناحيه الام وناحيه الاب اللي في سكورز، فكان لازم نتدخل بدري وكده علشان النتيجه توصل للنتيجه اللي هي وصلت لها دي. الحاله الجايه برضو كل حاله لها قصه مثيره. هنا دي مثلا هنا دي برضو عندها فاميلي هيستوري، كان والدها كده
فكان لازم نتدخل بالعلاج، وعملنا برضو جلسات بيلينج معاها علشان نحسن اللون نفسه بتاع الجلد. جلسات علاج خدت ايه بقى في الحاله دي؟ العلاج خدت ايزوتريتينويد. ايزوتريتينويد اه هو طالما في تاريخ مرضي لندبه في الاب او الام لازم نبدا علاج اجريسيف من الاول. لازم نبدا بالقوه لازم ايزوتريتينويد على طول، بس ده تحت اشراف طبي. هي دي نفس الحاله اللي قبلها. نفس الحاله لازم يكون تحت اشرافك الايزوتريتينويد. لازم تحت اشراف طبي. مش الواحد يروح يجيبه كده من الصيدليه. لا لازم تحت اشراف طبي، لان هي جرعه وبنتابع بتحاليل، والجرعه لازم تكون مناسبه للوزن، ولازم نعرف امتى هنبطله وامتى هنكمل، وهنكمل لغايه امتى على حسب برضو وزن المريض وحالته. تمام. طب هروح بقى لاثار حب الشباب. كيف يتم التعامل مع اثار حب الشباب؟ الندبات بقى ومشاكل. هو على حسب الاثر ايه يعني. الاثار ممكن تكون بسيطه زي البقع والتصبغات، دي ممكن تروح بكريمات تفتيح، او ممكن تروح بجلسات تقشير او جلسات الفراكشنال ليزر. في اثار تانية اللي هي بتبقى ندبات او الحفر على حسب نوع الندبه نفسها. يعني في ندبات بتبقى شبه المسام الواسعه كده، دي اسمها ايس بيكس سكورز، دي علاجها بيختلف مثلا عن الندبات اللي هي بتبقى واسعه شويه. ان جنرال يعني عموما بنستخدم الفراكشنال ليزر، جلسات الديرما بين او الديرما رولر. ممكن لو الندبات عميقه شويه بنعمل حاجه اسمها تسليك الياف اللي هي السبسيجن، بنعمل تقطيع للالياف اللي هي شاده الجلد نفسه وماسك في طبقه الجلد الثانيه. نبدا نعمل تسليك للندبات دي مع حقن جروس فاكتورز او بلازما او فيلر او هيالورونيك اسيد علشان نقلل فرصه انها ترجع تاني الالياف دي. وترجع الجلد كويس تاني وحلو ومفيش اي مشاكل؟ بيرجع. احنا معانا صوره برضو لحاله كان بعد تقريبا 3 جلسات من السبسيجن، هو بعد الجلسه بيبقى فيه تحسن. ده تعالج بالكل اللي انت قلتيه ده. دي اتعالجت بالسبسيجن اللي هو تقطيع الالياف دي. فكانت النتيجه دي بعد 3 جلسات، فنتيجه تعتبر كويسه، ان هي يعني حسنت من الكواليتي بتاعت الجلد نفسه وقدرت تتعامل، ما بقاش في حفر في الوش او ندبات. دي حاله كان عندها بقع وتصبغات، دي الفرق بين الصورتين تقريبا 10 ايام يعني. دي تعالج بليزر؟ لا ده كان بيلينج تقشير. التقشير ده لازم برضو بدقه شديده جدا، ولازم تحت اشراف طبي. طبعا، عشان في ناس بتعمله بنفسها. لا ده احنا بقينا نشوف حاجات كتير، بنشوفوا حاجات جباره. في تهور غريب. عايز بقى اروح لموضه مهمة جدا في الوجه دلوقتي، هي إعادة النضارة بتاعت البشرة، سواء بقى حب الشباب أو من غير حب الشباب، كله دلوقتي عايز يدي نضارة وجلوينج للبشرة. هي الناس بس ده. إيه بتبقى فاهمة النضارة غلط، إن النضارة دي إن أنا اللون يبقى أبيض والخدود والشفايف. هي النضارة إن هي البشرة تبقى موحدة عموما، يعني ما فيهاش حبوب، ما فيهاش بقع، ما فيهاش نمش مثلا، ما فيهاش كلف، ما فيهاش حفر أو ندبات. وصلنا إن البشرة نفسها صافية وما فيهاش الكلام ده، يبقى خلاص دي بشرة نضرة. ده بقى ممكن يتعمل إن أنا عالج المشاكل، وبعد كده ممكن في جلسات بتدي شوية جلوين كده، زي حقن البلازما، زي جلسات الديرما بين مثلا مع خلايا جذعية أو مع فيتامينات مغذية للبشرة. برضو ممكن في حاجة اسمها سكين بوسترز، بتبقى زي هيالورونيك أسيد بنحقنه في الجلد، بيدي برضو نضارة، لأن الهيالورونيك أسيد ده بيمتص المية، بيقفل المسام بتاع الجلد، فبتحسن شكل الجلد جدا يعني. بس ده نوع خاص بالنضارة. لا ده للنضارة. هيالورونيك أسيد للنضارة. للنضارة. مش تكبير الوش. لا غير الفيلر. ده غير اسمه نون كروس لينكد هيالورونيك اسيد، بنحقنه في طبقه معينه من الجلد علشان يدي نضاره. ده لوحده، ده غير الفيلر. ممكن نعمل النضاره دي للناس اللي عندها حب الشباب عادي. عادي بقى. بس بعد ما نعالج حب الشباب نفسه. احنا اصلا مع السبسيجن ده ممكن نحقن النون كروس لينكد هيالورونيك اسيد، ده بيدي نضاره وفي نفس الوقت بيخلي الحفر دي ما ترجعش تاني الالياف تتكون. فبتبقى نتيجته كويسه. ايه تقييمك للديرما بين والديرما رولر اللي احنا شايفينها دلوقتي؟ جلسات الديرما بين من الجلسات الكويسه جدا، نتائجها حلوه جدا، الداون تايم بتاعها قليل. احنا بنعمل تحفيز للكولاجين والالاستين اللي في الجلد عن طريق دخول وخروج السنون بتاعه الجهاز نفسه، غير المواد كمان اللي بنضيفها مع الجلسه، فدي بتدي نضاره كويسه جدا وبتقفل مسام، بتحسن الندبات لو حد عنده ندبات بتحسنها.
ممكن تحتاج جلسات اكتر شويه بس بتحسنها كويس. الميزه فيها ان مفيش وقت كتير ممكن اقعده في البيت بعد الجلسه، يعني ممكن اتحرك عادي بعد يومين ثلاثه من الجلسه، يعني مفيش احمرار، مفيش قشره، مش زي مثلا فراكشنال ليزر او كده. ازاي اقي نفسي انا بقى، لانه حب الشباب بيجي في اي سن؟ مين حب الشباب؟ ابعد اولا عن مسببات حبوب الشباب، يعني ابعد عن الحاجات اللي احنا قلناها في الاكل دي كلها، نستخدم روتين مناسب للبشره، الغسول، احاول ابعد عن اي كريمات مثلا ممكن تقفل المسام، ابعد عن الكريمات اللي فيها كورتيزونات، في انواع مرطبات بتسبب الحبوب، فبرضو اخد بالي لو انا بشره دهنيه او بشره مختلطه ان انا استخدم مرطب اسمه نون كوميدوجينيك موسترايزر، يعني استخدم مرطب ما يكونش بيسبب الحبوب دي. نستخدم سان سكرين بصفه مستمره، نقلل الاكلات اللي قلنا فيها الفاست فود والمقليات والشوكولاته والكاكاو ومنتجات الالبان، ونحاول نعتمد يعني ايه غذاء يكون صحي شويه، في مضادات اكسده من الفواكه والخضروات. هل ممكن يعود حب الشباب بعد علاج مره اخرى؟ خلينا متفقين ان حب الشباب ده يعني حاجه كنترولابل نوت كيورابل، يعني احنا بنتحكم فيه، بنتحكم ان الحبايه التهاب بتاعها يهدى، ما تسيبش اثر، الفتره ما بين او المسافه ما بين ظهور الحبوب والتانيه تكون طويله، لكن مش بنقيه تماما، يعني هو ممكن يرجع بعد فتره من لما نخلص كورس العلاج، طبعا عمره ما بيرجع بالصوره الاولى، بيرجع ابسط كتير، ووقتها بنكرر كورس العلاج وتمام. طب انا استفدت ايه ان انا خدت العلاج؟ انا استفدت ان انا حميت نفسي ان يتكون ندبات او اثار علاجها، زي ما قلنا بيبقى بعد كده صعب ومكلف، وفي احيانا حالات بيبقى تحسن فيها مش بنسبه 100%، فيبقى الافضل ان احنا نعالج الحبوب بدري ونطول المده ما بين ظهور الحبوب والتانيه، افضل طبعا ما نستنى حبوب الشباب تسيب اثر ونعالج الاثر بعدين. دكاتره الجلديه اللي حضرتك واحده منهم دلوقتي بيشوفوا كوارث تعاملات خاطئه مع حب الشباب ومع غيره من البشر، تهور الناس في التعامل مع حب الشباب شيء مخيف جدا. انت الناس بيلعبوا في الحبوب، يعني انا كده انا بنقلها من مكان للتاني، انا بدخلها في طبقه تانيه اصلا للجلد، انا كده شور هتسيب مكانها ندبه او حفره، فهم بقى بيعتقدوا ان هي بتعمل كده خلاص انا اتخلصت منها. طب انت اتخلصتي منها ظاهريا بس هي جوه لا، لسه في مشكله تانيه هتقابلك بعدين، فممنوع نهائي حته اللعب في الحبوب دي. في ناس بتلبس ثوب الاطباء وتبدا تبحث وتدخل وتدور على علاجات بنفسها وتعالج، اتعالج بنفسي، هو يعني الدكتور هيعمل لي ايه غير اللي انا ممكن اعمله لنفسي؟ ما احنا المشاكل بقى بعد ما هما بيعملوا كده بيجوا لنا بقى بالمشاكل بعدين، يعني بالسايد افكتس بقى بتاعت العلاج. انا وشي قشر، انا وشي احمر، انا التهب، الحبوب زادت، حد اخذ العلاج مثلا واخذ جرعه قليله فبعد شويه الحبوب زادت اكتر من الاول، طب انا مش هعرف اديك العلاج ده تاني خلاص اتكون له ريزيستنس. فلا يعني في ناس بقى ماشيه ورا كلام البلوجرز، وفي ناس في الصيدليات بتطلع برضو العلاج كده. لما بيبوظ موبايلك او لما تبوظ عربيتك بتاخد موبايلك لمركز الصيانه بتاع الموبايلات وتدي للمهندس، وكلك شغف وكلك حرص على هذا الجهاز الثمين او على هذه العربيه الحبيبه الى قلبك، توديها للميكانيكي متخصص مركز الصيانه متخصص. يعني محدش بياخد الموبايل ده ويروح يصلحه عند بلوجر او يفنن هو نفسه يفك الموبايل ويبدا يصلحه بذات نفسه. ما حدش بيعمل الحركه دي. اذا كان الموبايل او العربيه او اي مكنه موجوده في البيت عندك، اي جهاز اغلى عندك من جلدك، اعمل كده. اعمل كده، حدش هيلومك خالص طالما انك انت بتعامل موبايلك بنفس طريقه معاملتك لجلدك. باظ الموبايل صلحته حضرتك، صلح جلدك يا حبيبي، يلا توفيق، هنسقف لك كلنا. وفي الحالتين سواء مع الموبايل او مع العربيه او مع جلد حضرتك هتوصل لنتيجه اكيده اكيده انك هتبوظ الدنيا اكتر ما هي بايظه اكيده يعني، وهتضطر تروح تصلح بقى اللي انت بوظته مع اللي بايظ قبل كده، تجمع بقى. ودايما البوظان واحد زائد واحد ما بيساويش اتنين، في البوظان واحد زائد واحد بيساوي 10، بيساوي 100. يعني انت كان بايظ بدرجه معينه الحاجه، انت عملت حاجه بايد حضرتك الجميله البركه بوظت اكتر. طب بوظت اكتر يعني الضعف
في مده العلاج لا ده اكتر وتكلفه بكتير. اكتر ومشكله وضرر اكتر ومشكله وضرر ممكن ما يتحلش يعني الناس مش فاهمه كده اه المرض نفسه في حد ذاته بيتحل لكن تدخلات حضرتك او تدخلات العارفين من البلوجر والمشهورين هي دي اللي ممكن تكون تمام فيها خير. نورتي وشرفتي واسعدتيني. الله يخليك. ضيفتي العزيزه دكتور حسناء عادل اخصائيه الامراض الجلديه والتجميل والعلاج بالليزر ماجستير امراض الجلديه ودبلومه الليزر المعهد القومي للليزر عضو الجمعيه المصريه للامراض الجلديه اسم قدير واسم يعني ساينتفك بشكل رائع جدا في الشرح والتفصيل. النهارده خليت الحلقه كلها واحد من اهم المواضيع وهو يستحق حب الشباب. واحد انا متهيألي انه اكيد هيجي الوقت قريب جدا تلاقي عياده لعلاج حب الشباب يعني متخصصين ده ممكن يكون موجود سب سبيشاليتي لعلاج حب الشباب بس في مصر صعب لكن بره ممكن نلاقي كده ممكن يعني دلوقتي ابتدى يبقى فيه سب سبيشاليتي في الديرما عموما يعني اه ما هو في ناس بقت تشتغل شعر مثلا بس. اه يعني اعتقد ان حب الشباب يستحق ده ان شاء الله. خليكم دايما مع ناس الحب. التنمر بين الأطفال في منتهى الخطورة لأنه بيخلق شخصية فيها مشكلة. مشكلة الحول في مصر إن هو ثقافة علاجه ضعيفة. بشوف يعني تقريباً كل يوم طفل مش عايز يروح المدرسة. أنواع الحول إيه؟ في ناس كتير مش فاهمة أنواع. الناس الغير أصحاء نفسياً في المجتمع لازم نعالجهم ولازم نساعدهم. الولد عنده حول فعلاً والأب والأم واهمين نفسهم إن ده حول كذب. بالظبط لما يكبر هيتعدل. نوع من انواع الحول انا هعمله عند سن 6 شهور ونوع هاجله انا مش باجله عشان انا خايفه من عمليه الحول انا باجله عشان رد فعل العضلات في النوع ده من الحول احسن في السن ده. الدكتوره هبه متولي استشاري علاج الحول للاطفال والكبار والمياه البيضاء وجراحات العيون للاطفال وعلاج كسل العين. دكتوراه طب وجراحة العيون جامعة القاهرة، زميل الكلية الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأوروبية لعلاج الحول وجراحات عيون الأطفال. أهلا بكم. الثقة اللي بتديها طبعا هنا مشهد إنساني مهم جدا. طفل بيعاني من حول ووالدته لا ترى، بس الثقة الكبيرة اللي بيديها الأهل للطفل اللي عنده حول دي أهم ثقة، ودي البيز اللي بيبني عليها كل حياته بعد كده، هي دي القاعدة اللي بيبني عليها حياته. من أشهر الفنانين اللي كان عندهم حول وأنا على المستوى الإنساني بحبه والمستوى الشخصي والفني طبعا هو يعني أسطورة أسطورة عبد الفتاح القصري. عانى كتير في حياته، سكر طبعا سود الدين بالله لأنه كان مريض سكر بياخد انسولين في اخر حياته، والزهايمر بدا يعني من هو انتوا عارفين القصه. لكن النهارده حوار ممتع جدا جدا في عالم الحول للكبار والصغار، عالم ممتع للغايه مع قيمه علميه كبيره واسم لامع في علاج هذا الامر علاج الحول، ولها ليها دور مهم جدا في حاجه ثانيه هنتكلم عليها ثاني مهمه كمان جنب الحول، هي ليها علاقه بالحول بشكل اكيد. لكن اسمحوا لي ان ارحب بضيفتي العزيزه واحده من الاسماء البارزه في هذا المجال الاستاذه الدكتوره هبه متولي استشاري علاج الحول للاطفال والكبار والمياه البيضاء وجراحات العيون للاطفال علاج كسل العين صاحبه الدكتوره طب وجراحات العيون بكليه الطب جامعه القاهره زميل الكليه الملكيه البريطانيه عضو الجمعيه الاوروبيه لعلاج الحول وجراحات عيون الاطفال واحده من نجوم عالم الحول. اهلا بيك. اهلا بيك. من فتره طويله من سنتين بداتي حملتك لا للتنمر صح كده؟ اه ما تخبيش عينيك ما تخبيش عينيك ما تخبيش عينيك ولا للتنمر. اه احكي لي بقى زي النهارده من سنتين بدات الحمله دي النهارده وصلنا لايه؟ هي يعني الحمله ما شاء الله اتكرمت عليها وحاجه عظيمه بالظبط. اه هي الحمله حمله توعيه لناس اسمها ما تخبيش عينيك لا للتنمر، ان احنا بنقول للناس كل الناس بنعمل لهم توعيه انه مرض الحول اصلا بيتعالج وكل الانواع ومعظم الانواع بتتعالج، وبنرد فيها على حتى انا طلعت مع حضرتك كذا مره بنرد فيها على اشاعات خاطئه كتيره جدا في علاج الحول كانت بتمنع ناس من ان هم يتعالجوا. الحقيقه رد فعلها على الناس يعني والجمهور كان هايل جدا لدرجه انه انا في ناس كتيره جدا جدا انا بسميهم ابطال الحكايه او ابطال الحمله لان كلهم
كانوا بيجوا يتعالجوا يقولوا لي يا دكتوره هبه ارجوكي طلعينا في التلفزيون عشان نعلم الناس ان هو المرض ده بيتعالج، احنا ما كناش نعرف ان هو بيتعالج، ووري ناس نجحنا يعني في العلاج، يعني لدرجة أنه الجمعية المصرية لحقوق الإنسان كانت جت وقدمت لي تكريم كده لطيف جداً في العيادة يعني علشان علاج الحالات وإعطاء الناس أمل بسبب حملة ما تخبيش يعني كلية التنمر. فالحمد لله يعني الحملة نفعت حتى اللي ما تعالجش عندي، فهو برضو بيعرف أنه هو يعالج يعني ليه علاج وبيتجه للدكتور متخصص في الامر ده يعني في علاج الحوائل وبرضه بيلاقي العلاج. ما شاء الله، وعموم مصر كلها يعني ما شاء الله في كل مدينه في مصر في ناس طبعاً متخصصه طبعاً. جمعيه الحوائل او يعني جمعيه طب عيون الاطفال ما شاء الله قويه بالزبط. يعني بالزبط. ايه هو الحوائل اساسا؟ الحوائل هو عدم استقامه الجهاز الحركي للعينين، يعني ممكن عين تكون منحرفه للخارج او عين تكون منحرفه للداخل، عين تكون منحرفه راسيا فوق او تحت، يعني العين انحرفت عن مسارها المستقيم ان هما العينتين يكونوا at the same axis. الحوال طبعا مرض، يعني في الحوال هو مرض، هو اضطراب في الجهاز الحركي للعضلات، فده مرض غير الحوال الكاذب اللي هو مش مرض، يعني واحد عنده رسمة عينه توحي بان هو عنده شوية انحراف لكن تيجي تفحص تلاقي مفيش حوال. ده الفرق بين الحوال الحقيقي والحوال غير الحقيقي اللي هو الحوال الكاذب. ايه الاسباب بقى؟ على حسب الحوال بيختلف في الأطفال عن الكبار، يعني الأطفال أنواع الحوال كتيرة جدا جدا جدا، الكبار أنواع الحوال يا إما حوال يعني مهمل من الصغر يا إما حوال مكتسب بقى نتيجة أي ضعف أو خلل في أعصاب العين. الحقيقة من كتر بقى أسبابه وأنواعه أنا دايما بسهله للناس أن أنا أقسمه لهم من ناحية وسيلة العلاج، لأن هم يعني هم لا يعنيهم كل الأسباب، هم يعنيهم في الآخر أنا هتعالج إزاي، يعني هي دي الفكرة. العلاج الحول بينقسم لجزئين، علاجه في الأطفال أو علاجه في الكبار. علاجه في الأطفال في بعض الأنواع علاجها نظارة بس، في بعض الأنواع علاجها عملية فقط، وفي بعض الأنواع علاجهم نظارة وعملية، جزء نظارة وجزء عملية. بالنسبة للكبار كل الأنواع علاجها عملية، يعني أكبر من سن 18 سنة أقدر أعمل حاجات كتيرة للحول عملية، لو الحول مرتبط بنضارة ممكن أعمل الناس ليزك، بس كل ده أنا بتكلم على بعد سن 18 سنة. يبقى كل الحول في الكبار علاجه عملية whatever كان نوعه إيه، لكن الأطفال هو لازم إحنا نفحص ونحدد ونقسم أنواع الحول ونشوف كل نوع حول علاجه بقى إيه من الثلاث وسائل اللي أنا قلتهم أو ذكرتهم. عايزين نعرف أشكال الحول وكيفية تشخيصه. الحول من الأمراض اللي بتعتمد على تشخيص الطبيب المتخصص في العيادة، يعني مفيش مثلا جهاز معين بيشخصنا الحول ندخل العيان فيه يطلع الحول متشخص، لازم نشوف العيان في العيادة المريض ونشخص الحول، لأن هو بيعتمد على تيست إحنا بنعملها دكاترة متخصصين في أثناء الفحص في العيادة. في حول داخلي ناحية الأنف زي الصورة ده، محمد ده لطيف خالص عنده حول داخلي، وده كان علاجه جزء نظارة وجزء عملية، وطبعا بعد العملية لبس النظارة للجزء بس بتاع النظارة، لكن في جزء طبعا صلحناه بالعملية. اسمه الأنسي ده، الحول الأنسي الداخلي. بالظبط. في حول وحشي بقى. في حول ده برضو حول أنسي ناحية الأنف. في بقى الحول الوحشي اللي هو العين بتنحرف بعيدا عن الأنف، وده كل حالاته عملية، بس النوع ده إحنا بنختار وقت العملية على حسب حالة الطفل وعلى حسب عمر الطفل. يعني في أنواع أنا بقول هعملها دلوقتي، وفي أنواع بنأجلها لبعد سن 4 أو 5 سنوات. يبقى ده برضو بنرجع نقول إن الحول في تشخيصه وتحديد النوع والعلاج بيعتمد على فحص الطبيب وتقييمه الطبيب المختص في العيادة. اللي احنا شايفينه ده يعني دي حالة مثلا احنا عملناها عند سن سنتين، مع انه يعني مش بالمعتاد ان انا بعمل حول وحشي قبل سن 4 سنين، بس دي حالة اضطريت الى ان انا اعملها لان نتيجة لمثلا تحكم الطفل في الحول، الحول هيأثر هيعمله كسل في العين، فده برضو بيرجع للتقييم، ممكن اشوف نفس الطفل واخره واجله، ممكن اقول لا خلاص تعالوا نعمله بكرة. دي بس دي مثلا في حاله دي سن اكبر شويه، دي سن اكبر شويه، فخلاص بعد سن 5 سنين علاجه عمليه حول. العمليه هنا عمليه في العضلات، في العضلات بالظبط، مش في اي حاجه ثانيه، عمليه بالزبط. عضلات حوالين العين بالظبط. وده حول داخلي هو علاجه عمليه فقط، يعني الطفل محتاجش نظاره، هو محتاج عمليه فقط، فده اللي بقوله يعني نوع وبعده وسيله العلاج. ايه الفرق بين حول الاطفال وحول الكبار؟
أنا يعني زي ما قلت لحضرتك الأطفال أنواع الحول فيهم أكتر بكتير وبيحتاج تشخيص وحكمة في القرار. الكبار أنواع الحول بتاعهم يا إما حول مهمل من الصغر وده طبعا برضو بنعمل له عملية، يا إما الحول المكتسب بقى اللي هو بيبقى معاه ازدواجية في الرؤية وده من الأنواع اللي أنا بخاف منها ولازم أعمل له شوية تحاليل وأشعات عشان أعرف سببه إيه ونعالجه. يعني مثلا حاجه زي دي ده كبار ده حول ده خلاص علاجه عمليه حول وحشي علاجه عمليه والحول طبعا بتعالج في اي سن ممكن اي سن نعالج فيه الحول. في شائعات او معتقدات ثابته في دماغ الناس عن الحول منذ القدم. اول هذه المعتقدات ان الحول مرض هنعمل له عمليه هيرجع تاني العين هترجع تحول لي تاني. هو الشائعه دي من الشائعات اللي بتاخر علاج ناس كتير. يقول طب انا هتعالج ليه ما الحول هيرجع تاني؟ الحقيقه في القصه دي ان الحول عمره ما هيرجع تاني بالظبط زي ما كان لو بدانا العلاج صح ولو عالجنا وشخصنا العضلات اللي فيها خلل صح ودخلنا عليها وعملنا لها وصلحنا الخلل اللي فيها، يبقى عمره ما هيرجع زي ما كان لو اتعالج صح. لكن في نسبه 10% من الناس بيحتاجوا خطوه تانيه تكمل العلاج لو في بواقي بسيطه للحول، لكن الحول عمره ما هيرجع تاني لو اتعالج صح. يعني انا ما بحبش ابدا اسمع الكلمه دي. انا النهارده جايبه دي هبه، دي بنت لطيفه خالص، دي عملت لها عمليه وهي صغيره وجت زارتني بعد ما كبرت بكذا سنه وبرده ما عندهاش اي حول. فانا جايبه كذا مثال علشان الشائعه دي اللي برده الناس كلها يعني بتتمس. دي هبه بعد ما كبرت يعني تينيجر يعني 15 او حاجه في السن ده، هي احنا عملنا العمليه وهي عندها تقريبا سن 5 سنين او حاجه بنته زي القمر يعني. وعادي خالص ومفيش اي مشكله. فانا جايبه كذا مثال من الامثله دي عشان الناس تعرف ان هو مرض بيتعالج. ده عمران، ده طفل لطيف جدا. انا يعني كل الناس حافظاهم صح فعلا يعني مرتبط بالمرضى كده ارتباط عاطفي. ما هو هيبقى لما كبر بعد سنتين اهو من العمليه جاي كان جاي يزورني. ف يعني في مثال كمان لطيف لحد انا جايباه برضو كان البنوته دي لطيفه جدا. انا يعني بعرضها دايما. دي كانت العمليه بتاعتها وهي عندها 7 شهور وبعدين لقيتها من اسبوعين ثلاثه كده بعت لي صورتها انها كبرت وفويس مسج وازيك يا دكتوره هبه وبتسلم عليا. فبسطت جدا فحاولت ان انا برضو يعني اوري للناس انه الحول بيتعالج ومش لازم يرجع تاني ودي كلها اشاعات خاطئه يعني. بس الفكره الثانيه اللي عند الناس يعني اقل شيوعا من الاولانيه، الاولانيه دي فكره ان الحول يرجع بعد العمليه دي ده بيرجع تاني، دي الفكره الكلاسيكيه اللي بنسمعها بقى من عشرات السنين بالظبط وثبت انها فكره كاذبه. لكن الفكره الثانيه دي اقل لكن اكثر يعني اقول ايه خضه للناس ان هو انت هتعمل لي عمليه في العضلات اللي حوالين العين فانت هتفتح بقى وتطلع كده العضلات وتفتح العين كده وتطلع لي العضلات كده وتخلي العين بره كده زي ما تكون موتور عربيه تاني. مش انت عارفه موتور العربيه لما تطلعه بره العربيه ونرجعه كده فانت هتطلعوا العين وترجعوها تاني ولا تعملوا الكلام ده برضو غير صحيح. العمليه الحول هي عمليه مايكروسكوبيه بنعملها تحت الميكروسكوب بتستغرق نص ساعه تلت ساعه وما بنطلعش عين بره ولا اي حاجه. هي عمليه سطحيه وليس لها اي اعراض جانبيه ولا تترك اثر يعني. نورتي وشرفتي وعايزين ننهي بلال التنمر تاني يعني. قولي لي بقى لال التنمر ناويه تعملي فيها ايه تاني؟ مستمرين احنا مستمرين في التوعيه على سواء السوشيال ميديا سواء في اي برامج بطلعها توعيه ما تخبيش عينيك ما تخبيش عينيك. ف يعني مستمرين عليها لانه حقيقي في ناس كتيره تدخل العياده تقول لي دكتوره هبه ما تخبيش عينيك مش هنخبي عينينا تاني. فبتبسط بيهم جدا. ف يعني انا ثانك يو طبعا احنا بدانا الحمله دي في برنامج حضرتك دكتور ايمن وشكرا ليكم جميعا وبس. وان شاء الله يعني ما تخبيش عينيك على طول ما تخبيش عينيك وان شاء الله مزيدا من التكريمات على ده وغيره. ويعني شيء رائع جدا انه انت عملتي حاجه حلوه خالص وهي نقل البراكتس العلمي الطبي
لشكل مجتمعي، يبقى له ابلكيشن مجتمعي. كل واحد في برانشاته، كل واحد في طب في مجاله. اللي في السكري يعمل دوت، واللي في العيون زي ما انت عملتي تمام، واللي عندهم الامراض في اللايجو مثلا في الجلديه، لا للتنمر من الجلديه، من امراض الجلديه، لا للتنمر من الشورتج القصر القامه، ان انا بقى اطلعه من الحاله، مش لا للتنمر واسكت بالظبط. يعني أيوة واسيبه بالزبط. ما هو يعني ما عملتلوش حاجه وعملت لا للتنمر، ده مش الشغل اللي احنا عايزينه. الشغل اللي احنا عايزينه لا للتنمر، بان انا احط ايدي معاه وانقذه من هذه الحاله بالظبط، ان انا اوجد له حل بالظبط، اعالجه بالظبط. حقيقي نورتي وشرفتي وابدعتي. ضيفي ضيفتي العزيزه، واحده من نجوم عالم العيون، الاستاذ دكتوره هبه متولي، استشاري علاج الحول للاطفال والكبار، مياه البيضاء وجراحات العيون للاطفال وعلاج كسل العين، وصاحب دكتوراه طب وجراحات العيون من جامعه القاهره، وزميل الكليه الملكيه البريطانيه، وعضو جمعيه الاوروبيه لعلاج الحول وجراحات عيون الاطفال. دايما بتنوري الناس الحلوه. ميرسي، ثانك يو. خليكم دايما مع الناس الحلوه. الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي، جامعة عين شمس. أهلا بكم. إحنا بنضر نفسنا بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالرقبة. في أعداء للرقبة كتير، أعداء. أولاً النوم بطريقة غلط، إحنا أساتذة النوم بطريقة غلط، اللي بينام في العربية، واللي بينام هو يعني بيذاكر، واللي بينام في محطة مترو، واللي بينام في السينما، يعني النوم بطريقة غلط. برضو وضع الكتاف، يعني الكتاف، بص لك واحد ماشي كتاف عاملة كده، مش عارف إيه، ده بيضر الرقبة جدا. الضغوط والإجهاد، برضو التوتر لفترات طويلة، والحركات الغير طبيعية بقى، يعني مثلاً ان واحد يروح مره واحده مطقطق رقبته، عامل رقبته مطقطقها او تنيها مره واحده بشكل مفاجئ، ده خطر جدا جدا. برضو يعني في ناس تحط راسها في زاويه غريبه، يعني بص تلاقي مثلا ايه، يعني واحد بيشتغل تحت سقف واطي، بيشتغل في حته في صنداره مثلا، طالع في صنداره وعمال يشتغل وبيحمل، فطول الوقت عامل كده طويل هو، وقاعد في عربيه صغيره وبتاع، فعامل كده مسافر من هنا مثلا لحته بعيده، وطول التكه هينزل رقبته فيها مشكله كبيره جدا. طبعا الاصابات والحوادث والوزن، كل ده بيلعب دور خطير جدا. الرقبه مهمه جدا يا جماعه، والغضروف العنقي ده هنتكلم عليه النهارده بالتفصيل. والحقيقه العالم كله نحو ما يسمى بالمينيمال انفيسيف تكنيك في منطقه الغضروف العنقي. هنفهم ليه النهارده مع ضيف القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في هذا العالم الذي سيمتعنا بحوار اكسترا اوردينري اكيد كعادتي، الاستاذ الدكتور هشام العزازي. اهلا بيك يا دكتور هشام، بيه منور الناس الحلوه. اهلا بيك يا مرحبا. عايز اتكلم الاول عن الام الرقبه. كل الناس رقبتها بتوجعها، انا رقبتي ساعات. المقدمه اللي حضرتك قلتها مقدمه جيده جدا، واضيف عليها الموبايل واللعب على الكمبيوتر واللعب على الايباد، تلاقيه موطي راسه فتره طويله مده نص ساعه ومش واخد باله، فعلى طول يجي له الام في رقبته. الرقبه فيها عمود فقري، فقرات فوق بعضها متصله بمفاصل، وجواها حبل شوكي، وفي بين الفقرات في الغضاريف، وعليهم من بره عضلات. فأي حاجة من اللي أنا قلتها دي ممكن تكون سبب الوجع، ممكن تبقى هي اللي بتوجع العيان. وربنا خلق أي مفصل في جسمنا إنه يعمل حركة متوسطة، يعني مثلا زي الصباع، لو أنا عامل حركة زي كده مش هتوجع. تخيل بقى أنت عامل الصباع كده لمدة مثلا نص ساعة، تيجي تتنيه هيوجعك، أو العكس اتنيه كده لمدة نص ساعة تيجي تفرده هيوجعك. نفس الكلام في الرقبة، واحد منزل رقبته بيلعب لعبة وحاطط وضع غلط، أو نايم بالليل وبيقرا كتاب فسند راسه على السرير. الأوضاع الغلط دي زي ما أنت في المقدمة قلت، يعني وضع حاجة لا خطيرة جدا، وبعدين هتعمل بقى الألم، ما أنتش عارف الألم بيجي منين، ممكن يجي في العضلات، ممكن يجي في المفاصل، ممكن من الغضروف، زائد بقى السن والعجز والتآكل الشيخوخة يعني برضو بتصيب الرقبة. وأخيرا تمارين بتتعمل غلط في الجيم في الرقبة، تلاقي برضو بيشيل حاجة غلط،
بيعمل تمرين ويكون فيها سترين على رقبته وشد على رقبته يبقى فيها خطر. ايه هو الغضروف العنقي؟ له ليه خصوصيه مختلفه شويه؟ زي ما قلنا الفقرات بينها غضاريف. الغضاريف دي بيبقى اي غضروف ليه قلب من جوه وليه غطاء من بره. لما بينشف الغضروف القلب ده حاجه جيلي طريه، لما بتنشف يبتدي المسافات ما بين الفقرات تختلف والغضروف ده يبتدي يطلع ويضغط على الحبل الشوكي، يبتدي العيان يعاني من ألم في رقبته. الألم هنا بقى نوعين، لأن ده يعني بنشوفها كتير جدا في أماكن الألم هنا مختلفة. أول مكان بيبقى فيه الكتاف، فالعين مش شرط رقبته بس توجعه، والكتاف ليها توزيع للألم، احنا بنسميه ريفيرد بين أو الحيل بالعربي. الألم اللي موجود أنا ممكن يعني العين يجي يقولك أنا أعلى ظهري بيوجعني، فأقول والله لا، ده أنت ده غضاريف في رقبتك، ده مفاصل رقبتك. فالجزء الأولاني هو مفاصل الرقبة، لو هي وجعته وحصل فيها خشونة أو التهاب هتعمل له ألم في أسفل الرقبة، وساعات كمان لو كانت المفاصل العلوية تعمل له ألم في أعلى الرقبة ويقولك أنا بيجي لي صداع خلفي كتير. و الغضروف نفسه بقى لو داس على الاعصاب هيعمل الم في الايدين وتنميل في الايدين، فالعين يجي يشتكي يقول لك والله انا ايديا بنمله، ايديا فيها الم بتوزيع معينه وليها رسمه، احنا بنقدر نعرف كل عصب بيغذي فين ومن وصف المريض قبل ما اشوف الاشعه اقدر اقول والله انت الغضروف كذا هو اللي مأثر، المفصل الفلاني هو اللي فيه المشكله. فطبعا يعني حاجة يعني خطيرة إنها تتساب ولازم تتعالج. يعني إيه أسباب الإصابة بالغضروف؟ إنه بقى وضع غلط، موبايل مسكوه غلط، حادثة طبعا غلطة، الشيخوخة الزمن، يشيل حاجة غلط على رأسه، يعمل زي ما تقول تمارين غلط، يعمل أي وضع. في ستات وبرضو يعني في الشغل المعمار والحاجات دي كلها بيشيلوا فوق دماغهم. طبعا هو ده اسباب من ضمن الاسباب. ضمن الاسباب. ازاي نشخص الحاله دي؟ الوصف المرضي للمريض يجي يحكي يقول انا مكان الالم كذا. اماكن الالم هنا بقى لو المريض جه ووصف يعني الصوره اللي شايفينها دي تديك اماكن الالم بتاعت مفاصل الرقبه. وشوف ممكن توصل للكتف، يعني اللي يشوفها يقول لك ايه ده، ده كتفه اللي وجهه. لا، اللي وجهه هنا مفاصل رقبته هي اللي وجعاه. فمن الوصف اقدر اشخص، وبعدين هتلاقي جزء تاني كان طالع للرقبه من ورا. هنا تقدر المنطقه الخضراء اللي باينه في الصور مفاصل الغضاريف دايسه على اعصاب، اللي هي جذور الاعصاب اللي نازله على الايد وعامله الضفيره العصبيه اللي نازله على الايد. اقدر من وصف المريض ودقه يقول لك والله هنا وهنا وهنا. بعد ما باخد التاريخ المرضي وافحص العين كويس جدا، نبتدي نخش على المعامل او الفحوصات اللي بنعملها، اشهرها الرنين المغناطيسي لان هو بيبين الخلايا والانسجه الطريه كويس جدا. وقبلها اقدر اعمل اشعه عاديه، الاشعه عاديه برضو تقول لك الالاينمنت او الانسجام بتاع الفقرات مع بعضها ومتساويه ولا لا، وفي غضاريف ولا لا. فالاثنين دول مهمين جدا، ان انا اقدر احط اشعه عاديه وبعديها اعمل رنين مغناطيسي اقدر افهم بيه القصه بتاعت المريض ايه. فدول الاثنين الاساسيين اللي احنا نعتمد عليهم. في حاجات بقى ثانيه بنعمل ساعات دراسه عصب، توصيل العصب من الرقبه للايد هل هو بيشتغل كويس ولا لا، دي ده برضو بنسميها نيرف كوندكشن ستادي، دي مهمه جدا، نقدر نقول لي العصب سليم ولا مش سليم، ونشوف قدرته على التوصيل. على قدرته على التوصيل. اكتر ناس يعني ممكن، في ناس كتير قوي ممكن تهمل في التعامل مع الغضروف، موجودين اعتقد في منطقه الشرق الاوسط تلاقي الغضاريف متسابه. ايه الخطوره ان انا واحد يجي له غضروف ويسيبه ويطنشه ويمشي على المسكنات مثلا؟ نمسك شقين. الشق الاول الغضروف ان هو عنده الم بيعاني منه، الغضروف ده بيضغط على العصب، فتلاقي بعد شويه الغضروف بعد ما كان الانسان جاي يشتكي من تنميل بقى فيه الم، بعد الألم ابتدى في ضعف في الإيد،
القدره انه يشيل الحاجه ويقول لك حاجه بتقع من ايدي. نيجي اعمل له اختبار في العياده الاقي دي واحده اضعف من واحده ودي ضعيفه مش قادر يمسك. بعد شويه ممكن يبقى فيه كمان ضغط اشد، ممكن الموضوع يجيب اعاقه كامله وممكن يجيب يخلي اليورين او البول يسيب من المريض. فطبعا الاهمال هنا ده الشق الاولاني اللي هو الغضروف يتضاعف يعمل مضاعفات. الشق الثاني الادويه، ان انا افضل شهور وسنين باخد مسكنات، مسكنات شق بتاذي المعده جدا والشق الثاني بتاذي الكلى جدا، لدرجة ان يعني المرضى كتير قوي تيجي تعمل له تحليل كلى تلاقي الكلى ابتدت تتأثر. والاغرب كمان ان انت المرض بيجي الغضاريف ممكن تيجي في سن كبير ويكون اوريدي عنده امراض تانية والكلى متوسطة الحال بتشتغل بنص كفاءة وهو قاعد ياخد ادوية مسكنات. طب ما هو لازم يريح نفسه، لو في الاخر الغضروف لازم تعالج، يعني هتسيبه لحد امتى؟ والألم اللي عندك ده لازم تعالجه، والعلاج مش المسكنات، المسكنات ده جزء تساعد لكن مش اللي هي كل حاجة. العلاج بإيه بقى؟ يعني كيف نتعامل مع الغضروف؟ واحد عنده غضروف فيه مشكلة نتعامل معاه إزاي؟ طرق العلاج كتيرة، لكن زي ما حضرتك قلت في المقدمة إن العالم كله بيتجه للتدخل الجراحي المحدود. يعني مرارة بدل ما كانت بيعملوها بالمفتوح بقينا نعملها بمنظار، غضروف الركبة بدل ما كانوا يفتح الركبة طب ما نعمل بالمنظار، وهكذا. التدخل المحدود ده بيدي للمريض فرصة ان درجة الشفاء اسرع لان مفيش جرح، ان العيان فترة نقاها اقل، رضا المريض بالعملية عامة تبقى احسن. المريض يقول لك ده انا دخلت عملت عملية في نص ساعة وانا صحي. فهنا دلوقتي الجديد في علاج الغضروف العنقي ان نعمل تبخير للغضروف، ان احنا ممكن نوصل للغضروف بإبرة تحت جهاز أشعة، والجهاز ده بيصور الرقبة بالظبط، واقدر احط الإبرة يعني هنا الإبرة شايفها داخلة جوه الغضروف في المكان مظبوط، تقدر بتطلع درجات حرارة معينة نقدر ناكل قلب الغضروف، فيبقى الغضروف مش ضاغط على العصب، وكمان سايبين الغلاف الخارجي بتاعه، فعاملين زي نوع من انواع السبورت كده، الصوره واضحه ان الغضروف الابره داخله جوه الغضروف. كل اللي حضرتك شايفه ده المريض صاحي واخد بنج موضعي زي بنج الاسنان بالظبط، المريض مش متضايق وممكن منشغل اغاني زي ما قلنا قبل كده، الدنيا تبقى حاجه بيس جدا، والمريض يبقى قاعد يقول انا يعني انتوا بتشتغلوا فعلا، ونقول له احنا شغالين. فطبعا الميزه الثانيه كمان ان انا بعد ما اشيل الابره وكلنا الغضروف العيان يقوم يلبس هدومه ويروح، يعني مفيش حتى وقعد في المستشفى فتره طويله، ساعات ما فيش رقبه كمان بلبسها له، مفيش داعي ان انا البسه رقبه خالص، ان انا ما عملتش حاجه جامده تدخل عميق، تروما جامده كلها ابر جنب الانسجه والعظم. وبعدين الحاجه الثانيه ان في مرضى ما ينفعلهمش بنج كلي، ويقول لك انا عندي القلب وعندي الضغط وعندي السكر، طب انا وانا 70 سنه 75 سنه طب هتعمل لي العمليه دي؟ ما هو كلها ابره، زي ما بتاخد ابره عضل زي ما بتاخد ابره في اي حته، نفس الابره بس هي بطريقه تانية وابره مختلفه طبعا وشكل مختلف. فبتبقى ان المريض ينفع له التكنيك ده طبعا تنفع بسهوله جدا حتى مهما كان عمر المريضه دي، وبتبقى المريض يخرج بعدها بنص ساعه يروح على اوضته ياكل حاجه يلبس هدوم يروح البيت. طب ما دي حاجه يعني رائعه يعني مقارنه بالعمليات المفتوحه. لكن بعض الاحيان لا، يجي المريض اقول له انا ما بحبش دايما اظلم الجراحه، لان الجراحه برضو مهمه جدا، يجي المريض يقول لا بص انت الغضروف اللي عندك ده عامل مشكله اكبر من انها تتعالج بالابر وتتشخص كده، لا انت لازم تعمل جراحه مفتوحه. وده وارد يعني، بقول لحضرتك هما الجراحه والجراحه المحدوده او التدخل المحدود بيكملوا بعض مش ضد بعض خالص يعني. طيب فعلا العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور هشام العزازي كان في حوار كالعاده مثير ومهم جدا حول التدخل المحدود فيما يتعلق بالام وظروف الرقبه. الالم مشكله كبيره، علم مهم جدا ينبغي ان نقف امامه، وفي كثير جدا من المناطق سنتحدث عنه في المرحلة القادمة.
ضيفي العزيز له جزيل الشكر لكم ايضا في الناس الحلوه. خليكم معنا سهل. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، مدرب معتمد بالجمعيه الدوليه للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك. صعب جدا يكون في لسه ناس بتخاف من زياره طبيب الاسنان وتفضل تاجل فيها لاخر وقت. الحقيقه ان كل المخاوف والهواجس المرتبطه بزياره طبيب الاسنان اصبحت من الماضي البعيد مع تطور التقنيات الحديثه سواء في المعالجه او التركيب، وايضا تقنيات تجميل الاسنان اللي بقت تدي نتيجه تجميل فوريه بدون اي اجراءات معقده او الام، زي تجميل الأسنان بالليزر اللي بيتم بدون أي نزيف باللثة أو التهابات في الفم. علشان كده مهم جداً لكل مريض أسنان إنه يطمن إن طبيبه أو مركز الأسنان اللي بيختاره بيستخدم أحدث التقنيات وأعلى درجات الأمان والتعقيم ليحصل على أفضل نتيجة بدون أي آلام أو تعقيدات غير مرغوب فيها. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم الناس الحلوه مع واحد من ميجا ستارز عالم طب الاسنان. 100% من البشر عندهم مشاكل في اسنانهم، دي كلام، ده كلام من منظمه الصحه العالميه. 100% من اطفال المدارس عندهم، من البالغين في جميع انحاء العالم عندهم مشاكل في اسنانهم، عندهم حفر في اسنانهم، ماده الفلورايد بتاعتهم مش بيرفكت. ده كل البشر كده. 30% من البالغين من الفئة العمرية من 65 ل 74 لا يمتلكون أسنان طبيعية. 20% من ذوي الأعمار المتوسطة عندهم مشاكل وتدهور شديد في اللثة، وده بينبئ بأنهم هيفقدوا أسنانهم. 40% من الأطفال عندهم مشاكل وردود في أسنانهم بسبب الملاعب واللعب والرياضات وواخله. كل الناس مروا بتجربة مع عصب من أعصاب السن الأسنان. وعلى فكرة التجربة دي كانت زمان تجربة مزعجة جدا، لكن دلوقتي في الطب الحديث الموضوع اختلف، لكن ما زال نايت مير، كابوس لأي حد تقول له إيه اللي يخوفك، يقول لك ألم السنان اللي هو يعني مشاكل العصب. طب تعالوا نفهم النهاردة في 2022 و23 و24 إيه اللي حصل في عالم التقدم التكنولوجي المذهل لطب الأسنان في عالم علاج العصب، خلى علاج العصب بدل ما هو نايت مير بقى نزهة لطيفة. تعالوا نفهم الكلام ده مع بعض مع ضيف العزيز، واحد من ميجا ستار عالم طب الأسنان اللي أنا بسعد جدا وبنتظر الزيارة الجميلة دي بتاعته بفارغ صبر، لأن أنا عارف أن أنا هتكلم مع مطور مهم جدا لعالم التكنولوجيا ومطور مهم جدا لعالم صناعة الأسنان المتكاملة، وكل جزء على حدة في عالم صناعة الأسنان أكيد له الرعاية الخاصة في وايتي. وأكيد أنتوا عرفتوا ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة دكتور نور الدين مصطفى، المتخصص في مجال تجميل الأسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان من جامعة نيويورك، والمدرب المعتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، والمؤسس لوايتي. أهلا بيك يا دكتور. صديقي العزيز، حبيب قلبي، وحشني. وحشني والله. أخبارك إيه؟ وحشني. أنت دايما، لا أنت كنت بتبدأ بالكلام بجملة تانية غير صديقي العزيز. أنا لا، ما أنا قلت بقى أنا غير شوية. 2022 فيها تغيير طبعا. ليه النهاردة يعني حبيت إن أنت تكلمنا عن العصب، عن علاج العصب؟ علاج العصب. أنا استغربت على فكرة أنت اخترت الموضوع. هي عشان أول حاجة لازم نوصل للناس معلومة إن إحنا في الأساس إحنا أطباء، يعني دورنا طبي قبل التجميل. الناس طبعا علشان خاطر احنا مشهورين جدا في التجميل، فمتخيلين ان المراكز عندنا هي متخصصه في التجميل، ودي معلومه غلط اصلا. احنا عندنا كل تخصصات طب الاسنان من اول ما الطفل بيتولد لغايه اكبر جراحات بتتم في الوجه، وجراحات الاورام ومشاكل مفصل الفك والزراعه، فاحنا عندنا كل التخصصات. فدايما الناس رابطه بيننا وبين التجميل، واحنا اساسا زي ما قلنا لا، احنا عندنا كل التخصصات موجودة وكلها فيها ناس استشاريين على أعلى مستوى اللي بيقوموا بالتخصص المطلوب. فمن خبرتي السنين اللي فاتت دي، إيه أكتر حاجة لما بيخش لي في اليوم عدد من الحالات، أكتر حاجة هكتشفها إيه عند الحالات؟ حاجتين، لإما عنده التهاب شديد في اللثة، لإما عنده عصب.
ما عنده فجوة أو تسوس وصل للعصب. دول أكتر حالات موجودة في العيادة. يعني لو بيخش لك أفريج 50-60 حالة هتلاقي منهم 40 مقسومين في الاتنين دول. الباقي بقى اللي جاي يعمل تجميل، اللي جاي يعمل زراعة. لكن معظم الناس عندها مشاكل تخص اللسة وتخص أعصاب السنين. فأنا عشان كده قررت النهاردة لازم أتكلم عن فكرة علاج العصب، لأنه بما أن هو من أكتر المشاكل انتشارا، طيب لو تم علاجها بشكل سليم يبقى الحالات هتعيش حياتها بعد كده بشكل سليم. للأسف 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 أكتر المشاكل اللي بتجنى هي إعادة لعلاج عصب قديم معمول مش بشكل مظبوط. ليه؟ لأن ما عملوش متخصص في علاج العصب. علاج العصب من الحاجات اللي اتطورت جدا 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 جدا، نسب نجاحه عاليه جدا 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 نتيجه للتكنولوجيا اللي بقت متوفره والعلم والخبره اللي بقت عند دكاتره علاج العصب. فلقينا ان كميه علاج العصب اللي بتتعاد كتيره قوي، فقلنا لا، النهارده احنا عايزين نتكلم مع الناس نعرفهم علاج العصب ايه ويتعمل صح ازاي، وده اجراء لو عملته صح هتعيش حياتك بقيه حياتك كلها، الدرس حافظت عليه او السنه حافظت عليها للابد، ومش هتعيش بأي مشاكل بعد كده. إيه هو حشو العصب وإيه الأسباب اللي تخليني أعمل حشو عصب؟ حلو قوي. الأول لازم نتكلم إن السنة بتتكون من طبقات، طبقة الخارجية طبقة المينا، ودي طبقة رفيعة بس صلبة جدا، مقاومة جدا للتسوس وللتلو، تمام؟ بس هي زي ما قلنا رفيعة جدا. بيليها طبقة تانية اسمها طبقة الدنتين أو العك. الطبقة دي ضعيفة هشة، هي كبيرة بس ضعيفة وهشة. جوه طبقه الدنتين بيخش العصب، اللي هو العصب عباره عن ايه؟ عباره عن العصب الحسي اللي بيوصل لي الاحساس بالسائع وبالسخن، اللي هو بالظبط ربنا عامله كجرس. بدا يبقى فيه مشكله، تبدا تحس ان السائع والسخن، الحاجات السويتي بدات تضايقني، اعرف كده ان انا عندي مشكله، بالاضافه للاوعيه الدمويه المغذيه للاسنان. طيب امتى بنحتاج نعمل علاج عصب؟ بنحتاج نعمل علاج عصب في حاله من الاثنين، لا اما ان بدا يبقى فيه تسوس في السن، فالتسوس ده فضل ينخر في سطح السنه وياكل فيها ياكل فيها، وبالمناسبه هو بياخد وقت طويل جدا علشان خاطر يعدي الطبقه الرفيعه اللي هي المينا، اللي هي طبقه المينا اللي هي الطبقه الرفيعه القويه جدا، بياخد وقت طويل قوي عشان يعديها. لكن وانس ان هو عداها بينزل في الطبقه الهشه دي، الطبقه الهشه دي بيبدا ياكل فيها بسرعه جدا فيوصل للعصب بسرعه جدا. طيب اول ما التسوس يوصل للعصب ابدا بقى احس بالمشاكل اللي ممكن تنزلني من بيتي الفجر، الم رهيب غير عادي ولا يتوقف، لانه زي الكسر. ما هو الالم الرهيب بتاع الكسر ايه؟ ان العظمه لما بتتحرك بتضغط على العصب اللي ماسك، هو العظم نفسه ما فيش عصب، لكن العصب اللي فوق اللي هو فوق العظم ده اول ما تبدا العظمه تتحرك تبدا تضغط عليه توجعني. هنا العصب اتكشف فيبقى عندي نفس الالم اللي هو زي كاني عندي كسر. فالألم الرهيب ده هو ده اللي بيخلينا نتحرك. عشان كده أكتر نسبة تتحرك بتروح العيادة مين؟ مش الناس اللي عندها أي مشاكل، الناس اللي رايحة بعلاج عصب. آه طبعًا. يعني علاج العصب ده يقعد ويجي جاري ويعمل ما بيستحملش. ده اللي بقول لك، ده يعني لو عرف يعدي ليلته هو تاني يوم الصبح عند الدكتور. وفي لحظات معينة المسكنات بتقف ما بتعملش خلاص. آه لا، لو حاجة اسمها أكيوت أو سيفير بالبايتس أو التهاب حاد للعصب، ده ما فيش حاجة. لو خد حقنة ايه هي لازم يتوجه فورا للدكتور علشان يعمل ريليف للمشكلة دي. الحشوات ليها انواع؟ في طبعا الحشوات العصب القديمة كنا بنستخدم فيها تكنيك اسمه لاترال كوندنسيشن، اللي هو زمان فاكر لما كان الدكتور يقعد شهر شغال في علاج العصب وعمال لاخر جلسة يجيب عيدان ويحطها جنب بعض ويقعد يحشرها. دي طريقة قديمة اولد خلاص. احنا دلوقتي نقلنا لمرحلة جديدة خالص، هي مرحلة حشو العصب ثلاثي الابعاد، اللي بتبدا بتحشي العصب ده قناه ممكن يبقى فيها تفريعات ممكن يبقى فيها التواءات. فبتبدا التقنيات الحديثه انك تحشي العصب بالحقن، انك بتحقن العصب دوت فبيتحقن فبيبقى مغلق ثلاثي الابعاد. وهنا في نقطه مهمه قوي، هو حشو العصب، هو تمويت العصب، هو حشو الجذور، هو علاج الجذور، ايه هو؟ هو باختصار هو ازاله الانسجه الحي او الميت بالقنوات العصبيه بالكامل. يبقى معنى كده ان لازم اكون ايه؟ عارف عدد القنوات العصبيه بتاعتي، تمام. تاني حاجه ان اكون قادر ان اخش جوه القناه العصبيه بالكامل. طيب لو عندي قناه عصبيه ملفوفه، وهنشوف في صور قنوات عصبيه ملفوفه جدا، كان زمان الفايلز اللي بنستخدمها عشان ننظف بيها القنوات العصبيه كانت ناشفه، فممكن مثال جدا تتكسر. دلوقتي في حاجه اسمها
الفايلز فائقه المرونه، كانها منظار، كانها بالظبط منظار. الفكره هنا ايه؟ زي ما قلنا رقم واحد عشان اعمل علاج عصب ناجح شروط كده. واحد ايه؟ الازاله الكامله للانسجه الحيه او الميته جوه القناه العصبيه بالكامل. يبقى انا كده شلتها كامل. بعد كده اطهرها كويس. بعد ما اطهرها كويس جدا احكم غلقها. لو اي واحده من الثلاثه دي اتعملت غلط يبقى علاج العصب فشل. ما عرفتش عدد القنوات، عملت درس فيه اربعه عملت ثلاثه، ما انا عندي نسيج حي في الرابعه هيعمل لي فشل ليه؟ ما نظفتش الجدر للاخر علشان كان لفف مني قوي، فسبت بواقي نسيج جوه القناه هيحصل له فيلير وهيبوظ. هنا زي ما انت شايف، شايف الحشو العصب جه في الاخر ولف ازاي؟ دي اسمها لاترال كانال. اللفه دي قناه جانبيه، قناه جانبيه. القناه الجانبيه دي كان مستحيل ان انا اقدر اقفلها باللاترال كوندنسيشن. انت بتحط عود جنب عود جنب عود، هيخش جوه دي ازاي؟ كان هو ماشي ستريت كده، وانت حطيت جنبه واحد تاني ستريت كده، واحد ستريت كده، تفضل تحشر فيهم، في الاخر عمرها ما هتخش في اللاترال دي. الحل الوحيد ان انا اخش جوه اللاترال كانال دي هو ان انا استخدم طريقه الحقن. لان طريقه الحقن انت بتدخل الجتا بركه دي سائله تحت ضغط، تقوم داخله طق فتملى كل الايه الفراغات الجانبيه. الحاله دي صعبه جدا. الحاله دي فيها ايه؟ الحاله دي نتيجه خبط حصل حاجه اسمها كالسيفيكيشن. انت مش شايف ان في قناه اصلا؟ القناه بادئه من عند تلت الجدر من تحت، مفيش قناه عصبيه. القناه بادئه فين؟ بادئه تحت خالص. علشان خاطر تقدر توصل للقناه دي انت محتاج اجهزه حديثه جدا. علشان انت عايز توصل للقناه دي في المجرى الصحيح بتاعها، من غير ما تعمل خرم في الجدر، من غير ما تخش يمين او تخش شمال، تستخدم التراسونيك موجات فوق صوتيه عشان تشيل الكالسيفيكيشن تيشو او التكلس اللي جوه القناه ده، علشان تقدر تنظفه، عشان نشوف بعد كده ان احنا قدرنا نفتح القناه بالكامل ونظفناها صح. يعني هنجيب الصوره اللي بعدها، بص هنا وصلنا خلاص فتحنا القناه بالكامل وقدرنا نوصل لاخر القناه، مع ان القناه دي تلتينها مقفول من فوق. الكيس دي هل تتخيل ان في دكتور ممارس عام يقدر يحلها؟ لا. لو اصلا ده الدكتور اللي استخدمها وهو اصلا دكتور متخصص تعب فيها، تعب عشان يوصل لكده، لانه استخدم اجهزه كتير قوي عشان يقدر يوصل ان يفتح القنوات ديت ويقدر يحشي القنوات بالشكل ده، فاقدر اعمل علاج عصب سليم. انا مش عايز اعمل علاج عصب واجي بعد سنه الاقيه باظ، لان لو باظ هضطر اعمل له اعاده علاج عصب. خلينا نتفق بقى ان علاج العصب السليم دلوقتي بالاجهزه الحديثه، باستخدام الميكروسكوب الجراحي، باستخدام الحقن، باستخدام الايبكس لوكيتور، باستخدام الفايلز. الايبكس لوكيتور اللي هو بيحدد الايبكس بتاعنا الاخر، اللي هو اخر حته في الجدر فين بالظبط. لا ما انا بقيتش علشان طبعا دكتور سنان بقى لنا 15 سنه مع بعض بنعمل حلقات حفظت فخلاص. لا وكمان الحاجه الثانيه المهمه جدا، جتا بيركا الماده السائله هي بقى، ان الجتا بيركا نقلناها منها جتا بيركا بتتحط عيدان جنب بعض لانها بتتحقن تحت ضغط، تحت ضغط زي الاسمنت كده اللي بيتحرق، اللي هو الطحن اللي هو الضغط اللي هو بتعمله بالحقن. اللي بالحقن ده زي ما بقول لك دي ميزته ان هو بيخش يفتح لي القنوات الجانبيه، فبالتالي اضمن ان السنه بالكامل اتنضفت وبانها اتقفلت. لان انا لو سبت بواقي، البواقي دي هيحصل لها تعفن بعد كده وهتعمل لي مشكله. هي دي فكره ان انا استخدم الحقن، دي اهم حاجه فيها. والميكروسكوب دوره مهم جدا. بص بقى، في حاجه في طب الاسنان اللي يعني بالعربي كده، كل ما شفت اكتر كل ما اشتغلت صح. شايف؟ طيب دور الميكروسكوب ايه؟ تكبير، يخلي القناه اللي احنا اصلا كنا بنشتغل بيها طول عمرنا مش شايفينها، وبنشتغل بحاجه اسمها تاكتايل سنسيشن، انت بتحس بصبعينك دول انت ماشي وفي ريزيستنس ولا مفيش، لا انت شايفه قناه كبيره جدا، باصص جواها شايف كل تفاصيلها، عارف لو في دبرز، لو في بواقي من السن من الانسجه جوه القناه انت شايفها. فبالتالي انت لما بتنظف كويس قوي بتبقى شايف ان انا عندي وول هيلثي، وول نظيفه. كل ما انت شايف احسن، انا نظفت احسن، انا مطمن. هي الفكره كلها فكره ازاي انظف اقصى حاجه، ازاي اطهر كويس جدا، ازاي اوصل لكل الحتت الخفيه بالظبط كده، مفيش حاجه مستخبيه عليا، ساعتها اقدر اعمل علاج عصب سليم 100%. علاج العصب زي ما قلنا هو من اكتر الحاجات اللي بتتعمل في عيادات طب الاسنان، ومن اكتر الحاجات اللي احنا عيدناها خلال العشر سنين اللي فاتت دي هي علاجات العصب. ليه؟ لان حالات كتير قوي جايه فيها اربع قنوات معمول منها ثلاثه، حالات كتير قوي شورت، ده فيه
كميه مشاكل مع بعض كده نعد. اول حاجه فايل مكسور، يعني الدكتور هو بيشتغل والله كنت هشخص لك فايل مكسور تمام. تاني حاجه الجدر هو اصلا مش منظف لاخره، يعني انت لو بصيت اخر الجدر اهو فين، انت اصلا فين تنظيفه؟ انت ما نظفتش. يعني عندي مشكلتين، انك ما شلتش كل الانسجه اللي جوه القناه، وما حشيتش كل القناه، وكسرت كمان جوه القناه اداه وسبتها كده ورحت مركب مسمار. دي بقى ما دي الكسر ده كارثه، لانه هو يعني الحته دي بقت بقره يقدر الانفكشن دي بقره صديديه. تعالى بقى نشوف بعد الحاله اللي بعد الصوره اللي بعدها، ادي الفايل طلعناه. انت عارف يعني ايه فايل يطلع؟ انت عارف الفايل ده صعب جدا، ده معجزه مش عارف. ده ليه اجهزه معينه بتخش عشان تجيبه، ما انت الفايل ده محصور جوه. لازم تدخل، شوف انت جوه قناه بسمك تقريبا الابره. تخيل بقى ان انت بتدخل جهاز ماشي جوه القناه اللي جوه الابره دي علشان يمسك في الفايل ده ويطلعه. شايف الفايل ده احنا مكبرين قد ايه عشان يبان الفايل ده ما بيبانش، يعني ده حاجه رفيعه جدا. لحظه طلوع الفايل ده لحظه مثلا نزول الانسان على القمر بالنسبه لنا كدكاتره اسنان. انت عملت حاجه، يعني انت بتحيي درس او سنه محكوم عليها بالفشل، ومنعت مشاكل كبيره وعديده هتحصل بسبب هذا، يعني هيحول حياه الانسان. ما هو في خراج اصلا، انت لو بصيت في الصوره في خراج تحت السن. دي بقى تعالى شاف الدرس اصلا ماشي كده الجدر، وبعد كده هو قرر يروح الناحيه دي. طيب لو انت معكش الادوات السليمه اللي تستخدمها في جدر زي ده هتقفله ازاي؟ يعني هات الصوره بعد، بص بقى الـ 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 القناه دخلت لفت رجعت تاني لفت رجعت تاني. فانت مطالب بحاجتين، انك تقدر تنظف القناه دي بالكامل، ودي اهم حاجه. تاني حاجه تقفلها برضو بالكامل. شايف التشعبات اللي طالعه من القناه العصبيه دي من الحقن؟ كل التشعبات دي لو انا ما استخدمتش طريقه الحقن فضل فيها انسجه، الانسجه دي تعمل خراريج جانبيه. يعني الحالات اللي زي كده ممكن دكتور يبقى محترم جدا واشتغل واجتهد ونظف القناه كويس قوي وقفلها لغايه الاخر، وفجاه يلاقي خراج جنب الجدر. يا جماعه انا مقفل السنه كويس، الخراج ده جه منين؟ من القناه الجانبيه دي. القناه الجانبيه دي بعد الدراسات دي هي اكتر حاجه بتعمل فيلير او بتعمل فشل لعلاج العصب. فلما تحقن وتشتغل بطريقه الحقن فانت قفلت وضمنت ان انت قفلت كل القنوات الجانبيه دي. ده فايل مكسور تاني اهو، دي الفايلات اهو، واحد تاني اتكسر. هو مش عيب ان الفايل اتكسر، العيب ان انا اسيبه، ان انا اسيبه وما اعرفش اكمله. بص هنا القناه بقى بعد ما نظفنا ودخلنا وطلع وداخله بجدر واحد، داخله بقناه واحده، بقى كده قسمت قناتين. شايف الفاريشن؟ يعني انت هنا ماشي فاريبيليتي الشخص كله. بص بقى الدرس ده خراج اهو كبير تحت، ما شاء الله معمول فيه قناه واحده اللي معموله. تعال نشوف اصلا الدرس ده فيه كام قناه بقى بعد ما الحلقه، يعني الصوره اللي جايه. أربعة، واحد اثنين أربعة ثلاثة أربعة أربعة معمول منهم واحدة. عشان كده علاج العصب. وبص الخراج ريليتد ليه، هات الصورة اللي بعدها. بص بقى بعد ما تقفل بص شكله عامل ازاي، والتقفيلة واصلة لآخر الجدر، والباف سيل عارفين الحشو بيبان ابيض قوي. والباف سيل كمان، في سيل قفل نزل قفل تحت القناه نفسها، الحته الاخيره، الحته الاخرانيه اللي هي عامله زي الفوم، عامله زي رجل زي ما يكون رجل شبح كده، عامله زي الفوم كده. دي بتنزل تقفل بقى، تعمل سيل اسمها باف سيل، علشان تقفل وتعزل منطقه الخراج. يعني تقفل يعني كامل الغلق. فده عشان يتعمل. انت متخيل ما هي السنه اللي جايه دي جايه من عند مين؟ كان عاملها فين؟ عاملها عند حد اجتهد بس مش متخصص. يعني انا اول ما بشوف ده، ما هو لو متخصص يبقى عنده الامكانيات. مفيش حد هيتخصص بدون امكانيات. انت خلاص راجل تخصصت في علاج العصب، فانت بقيت عارف ان انا لو ما عملتش طريقه الحقن هيبوظ مني، لو ما استخدمتش الميكروسكوب هيبوظ مني، لو ما استعملتش الفايلز فائقه المرونه اللي هتساعدني ان انا اظبط كل القنوات بتاعتي هيبوظ مني. يبقى بالتالي لو انا متخصص هعمل ايه؟ هروح اجيب الادوات دي عشان اشتغل بيها. فما تقنعنيش ان انا متخصص وعارف ان من غير الادوات دي هبوظ مني الكيس، ابقى تخصصت ازاي؟ يبقى لازمته التخصص ايه؟ سؤالي انا عايز اسالك سؤال، يعني الحشوات ليها مضاعفات؟ حشوات العصب ليها مضاعفات واحده لو اتعملت غلط.
يعني اتعملت مش مظبوط. ما هو كل اللي احنا شفناه ده مضاعفات. يعني كل الكيسز اللي شفنا تحتيها خراريج ومكسور فيها فايل وفيها خراج جانبي نتيجه اللاترال كانالز او القنوات الجانبيه، هي دي مش هو الخراج ده مش سايد افكت، مش ده ناتج من علاج مش مظبوط. فالحشوه لو مش معموله صح هينشا عنها خراج، ممكن اخسر السنه خالص. وخد بالك الاسنان اللي بنخسرها نتيجه خراج ما بنقدرش نزرعها على طول، يعني ما بقدرش اخلعها وازرع، لا ده انا في الحاله دي لازم نخلع وننضف العظم ونزرع عظم ونستنى من العظم ده يمسك في العظم بتاعنا وبعد كده نزرع. فدخلت في دلمة حتى لو انا عايز ازرع، يعني انا مش بس كفايه ان انا هخلع وخسرت السنه، لا ده انا عيني هخلع وهنضف العظم واعمل له كحت واحط عظم واستنى علشان يعني عشان اعيد بناء اللي بوظه الخراج اللي كان عايش تحت الدرس. فعشان كده نصيحه، علاج العصب اعمله مع دكتور علاج عصب، انا مش طالب منك اكتر من كده. اللي انا عايز اقوله بقى ان احنا مش بنروج لعلاج العصب عندنا، لا احنا بنروج متخصص. احنا بنروج لعلاج العصب عند المتخصصين. يعني حضرتك بمنتهى البساطه عايز تعمل علاج عصب شوف دكتور متخصص او مركز يبقى عنده دكاتره متخصصين في علاج العصب. فانت دور بس، لكن ما تروحش تعمل علاج العصب بالذات، لان بقول لك اكتر حاجه عدناها اخر 10 سنين هي علاجات العصب الخاطئه. انت شايف اصلا في الصور تقريبا ما فيش صوره انا جبتها لك كانت علاج عصب سالك، يعني كله بعيد. ده انا هقول لك بعيد. حاجه يتربع علاج العصب الخاطئ بمشاكله على عرش الثقه الغير جيده بين بعض الناس وبين طب الاسنان. بالظبط. هو بتبقى عنده الباد اكسبيرينس او التجربه السيئه اللي عنده، هي نور عمل علاج عصب وفضل موجوع او باظ او اتخلع، يعني حصل له مشكله نتيجه انه عمل علاج عصب غلط. امتى تقرر ان احنا نعمل لها كراون؟ امتى نعمل تجميل بقى؟ ده ما فيهوش قرار، لا احنا امتى نعمل كراون؟ اي سنه اتعمل لها علاج عصب لازم يتعمل لها كراون. أيوة. عشان برضو الناس ايه بيقوم عمل علاج العصب فخف، يقول لك انا كده خفيت وزي الفل خلاص بقى. طيب الدرس بيفقد حاجتين، او السنه بتفقد السنه او الدرس اللي بيتعمل لهم علاج عصب بيفقدوا حاجتين مهمين جدا. عشان كده احنا برضو ما بنعملش علاج عصب عمال على بطال، احنا بنعمله لما يبقى السنه خلاص محتاجه علاج عصب. بتفقد واحد السوائل اللي جوه النسيج بتاعها، فبتنشف فبتبقى عامله زي الازاز فبتبقى بريتل قابله للكسر. ادي واحد ما بيبقاش فيها ريزيلينس، ما بتبقاش ريزيلينس دي اللي هي ما بقاش فيها امتصاص للصدمات والمرونه، تمام كده، فبتفتقد لده تمام. تيجي حاجه تانية بقى، هم اكتشف في بعض الابحاث الحديثه بتقول ان تحت الاسنان في ريسبتورز. الريسبتورز دي زي عارف الفرامل بتاعه المصعد لو وقع يوم ماسك، مستقبلات. لما انت بتاكل حاجه ناشفه مره واحده ايه اللي بيحصل؟ بتعمل ايه؟ تفتح بقك مره واحده، صح كده؟ يعني لو بذر الجوافه جت او حاجه ناشفه بتاكل طبعا تفتح مره واحده. الريسبتور انت ما عملتش حاجه، هو ريسبتور ارى ان في فورس او في قوه قويه جدا نازله على السنه هتكسرها، الحق افتح. الريسبتورز دي لما بنعمل علاج العصب ما بتبقاش موجوده، فممكن وانت بتاكل حاجه ناشفه قوي ما تقفش فتكسرها. يبقى انا هنا مطالب ان انا احط كراون. ليه؟ عملت علاج عصب ماكسيمم اسبوع 10 ايام اسبوعين اكون مركب طربوش على السنه عشان احميها. فهنا الطربوش مش امتى اعمله امتى ما اعملوش، لا انا هعمله. يعني امتى هضطر اعمل طربوش؟ لا، اي درس اتعمل له علاج عصب انا بعمل فيه طربوش. حشو العصب هذه هي المناطق البارده في التعامل ما بين الجمهور وما بين طب الاسنان. هذه هي المنطقه الاولى ربما الذي يذهب فيها مراهق الى دكتور السنان اول مره بقى. صح، اول تعامل. اول تعامل. مساء الخير، انا بخبط اهو داخل عندي 16 17 سنه 15 سنه جاي اعمل علاج عصب. لا اما التجربه تبقى جيده ويحب المريض، لا اما التجربه تبقى سيئه ويكره المريض. وعندنا المريض في مصر عنده عيب، وده موجود في العالم كله، عيب التعميم، لغايه لما نخرج من عقله او نخرج من عقله هذا التعميم وننقله الى عالم التطور اللي موجود في كثير من المنظومات المتطوره اللي ماشي على الاسس السليمه لصناعه تيم في عالم طب الاسنان. ضيفي العزيز واحد من ميجا ستارز هذا المجال الاستاذ الدكتور نور الدين مصطفى المتخصص في مجال تجميل الاسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان من جامعه نيويورك والمدرب المعتمد بالجمعيه الدوليه للتصوير الرقمي
من برلين، وطبعا الصديق والزميل العزيز، نورت الناس الحلوه وابدعت دكتوري الغالي حبيب قلبي. خليكوا دايما مع الناس الحلوه. تعبير وسائل الاخصاب المساعده، يعني ايه وسائل الاخصاب المساعده؟ هي وسائل تساعد العيان على حدوث حمل. قابليه بطانه الرحم لاستقبال الجنين، والده سليمه وحيوان سليم باذن الله، جنين سليم. الجنين بتاع اطفال النبيب ده افضل جنين خلقه ربنا على وجه الارض. من الحقن المجهري بنستطيع تفسير ما هو خافي علينا، ازاي المريض يبقى عنده وعي كامل بان انا محتاج الوسيله دي ودي اللي تنفع معايا. الدكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري الحقن المجهري وعلاج العقم والمناظير، ماجستير الحقن المجهري جامعة باليرمو إيطاليا، عضو جمعية الشرق الأوسط للخصوبة، عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة، مدير مركز قرة العين للخصوبة. أهلا بكم. النهاردة احنا بنتكلم على بطانة الرحم المهاجرة، ده الموضوع. بس هفاجئكم، او بمعنى اصح تعالوا نفكر مع بعض، عشان دي دراسه اصلها يعني دراسه تخوف وتقلق وغريبه، غريبه بس دراسه كبيره، يعني اتعملت في اكتر من حته، مش عايز الخمكم بالتفاصيل. اتعملت فين؟ اتعملت في امريكا، واتعملت في انجلترا، واتعملت في فرنسا، واتعملت في اسبانيا، نفس الدراسه. وطلعوا كل الاماكن اللي اشتغلت على الدراسه دي، وخصوصا الامريكان، بنتيجه مهمه جدا، ان بطانه الرحم المهاجره اللي هي وجود جزء من بطانة الرحم خارج نطاق الرحم، سواء بقى في الحوض في اي حته، بتزيد من خطر الاصابه بامراض القلب ومشاكل الشريان التاجي بنسبه 60%. الكلام النهارده شديد الاهميه، شديد الاثاره، وقول فصل مهم النهارده هنسمعه من ضيف العزيز، قيمه علميه كبيره واسلوب شارح رائع، وبنتظر حلقاته لانه بيفاجئني كل مره الجديد والواضح والشديد الحدة في الفصل ما بين الصواب والخطأ، ما بين الأبيض والأسود. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي، أهلا بيك. أهلا بيك. وحشني جدا. الله يخليك يا حبيبي. دعنا نذهب في الجزء الأول مع ضيف العزيز إلى الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ بطانة الرحم المهاجرة هي حالة تصيب الإناث يحدث فيها أنسجة خارجة عن إطار الرحم في أماكن غريبة، بعضها يذهب إلى أعضاء بعيدة كل البعد عن الرحم. أبيض طبعا. أبيض. بطانة المهاجرة ليس لها مكان، وكنا زمان بنقول إنها سببها إن بعض أنسجة الدورة الشهرية بتخرج عن طريق القناتي فالوب وتدخل الحوض، وده سبب الشائع، يعني ان بيحصل حاجه اسمها الدوره العكسيه اثناء انقباض الرحم عشان يزق الدم، وعنق الرحم مقفول، الدم يمشي بالعكس ويدخل الحوض. نظريه من ضمن نظريات، ولكن لا تفسر اطلاقا ان مثلا الكبد في بطانه مهاجره، المخ في بطانه مهاجره، اللسان، انا عندي حاله عاملها في اللسان بطانه مهاجره. انا عندي حاله يا دكتور ايمن قعدت من سن 14 سنة أو 15 سنة تكشف عند بتوع الجهاز الهضمي بكلا هيماتيمسيس ومناظير، وعملت مشاكل اللي حصل لها، ودخلت مناظير وتحجز في الجهاز الهضمي في قيء دموي. قيء دموي عشان إيه؟ عشان بيجي لها كل شهر كمية دم غير طبيعية نازلة من بقها. تتخيل هذا؟ والله كده. ست دي جات لي جابوها لي وهي قبل ما تتجوز بشهر، هنعمل ايه؟ البنت كل شويه ترجع دم وشكلها يبقى فضيحه في المكان اللي رايحه فيه. فبسال الست يا بنتي الحكايه دي لها ارتباط بالدوره؟ قالت لي هي ما بيجيليش انا كل دوره. ومحدش سالك السؤال ده يعني لها ارتباط بالدوره؟ قال انا ما يجيش حد في باله انها موجوده في اللسان، في قاع اللسان. الست دي خدت خمس دقائق كويت البطانه المهاجره ولا شافت الدم بعد النهارده. يعني تخيل بطانه مهاجره في قاع اللسان، انا مصور فيديو ليها يعني اجيبه لك في حلقه اخرى، يعني صور فيديو ليها يعني لسان وكويها بس، وخلصت مشكلتها تماما. فمكان البطانه المهاجره
انا عندنا حاله في المحله عندها بطانه مهاجره في البرين في المخ في المخ وعامل لها مشاكل لا حصر لها، صداع غير طبيعي كل شهر، صداع غير طبيعي يعني بيفرد الدماغ ومفيش حد قادر يتدخل فيها يشيلها، من الصعب جدا ان اخش اشيلها لانها جوه انسجه المخ مشكله كبيره جدا. اه طبعا دي هتسال. شفت انا حاله بطانه مهاجره في الكبد، في السره، في مكان الجرح بتاع القيصريه. اهو بقى الحتتين دول بقى، حكايه جرح القيصريه جه عشان بطانه الرحم اتنقلت، يبقى فعلا في نظريه ممكن تمشي معانا وهي ان البطانه المهاجره تنتقل من بطانه الرحم تخش الحوض. بس دي تحصل في مين يا دكتور ايمن؟ واللي لازم نحذر منها الناس بقى، واللي مهم قوي كلامنا النهارده في البنات اللي دورتهم كتيره جدا بتقعد 10 ايام و8 ايام وبتجي لهم كل 26 25 يوم. المينوراجيا والبولمينوريا. البولمينوريا دي هي المشكله. مينوراجيا وبولمينوريا مع بعض ما بتنهضش ان الجسم الجهاز المناعي يتخلص من هذا الدم كل شهر. يعني هو المفروض دخل دم في الحوض، الجهاز المناعي يهاجمه يشيله ما يتزرعش. في حاجه اسمها يعني جهاز مناعي اخر بيمنع انزراع الانسجه، ده بيبقى ضعيف جدا عندها. ف يعني الستات اللي زي دول هم اللي بنحذرهم انهم ياخدوا بالهم من الحكايه دي شويه. السؤال القادم سؤال برضو مهم، بعض حالات بطانه الرحم المهاجره لا توجد او لا يوجد بها الم، الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ في بعض الحالات ما بقاش فيها الم، بس يعني الغالبيه 99.9% فيها الم. ولكن في بعض الحالات ما بقاش فيها الم، اللي ينهي بقى؟ اللي ينهي الحالات اللي فيها سبوتس بسيطه في الحوض، بيسموها الدرجه الاولى من بطانه المهاجره. الدرجه الاولى من بطانه المهاجره ممكن يكونش فيها الم خالص، ودورة عادية بتنزل أول يوم بوجع وخلاص. لكن بقية الحالات، بقية الدرجات، درجة تانية وثالثة ورابعة، كل الحالات كلها ألم شديد جدا جدا جدا، يبدأ قبل الدورة بأربع خمس أيام أسبوع، ينزل أول يوم ألم شديد، تاني يوم ألم شديد، كريسيندو شغال عالي جدا لغاية ما يعدي خمس ست أيام مثلا من الدورة. فده التنبيه اللي عايزين نوصله النهاردة. أي بنت مامتها تلاقيها عندها الام شديده في الدوره، من اول يوم الدوره نزلت ما ارتحتش، تاني يوم فضلت، تاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، لازم نفحصها. لازم نفحصها. وعلى فكره اللي بتتفحص بدري ويتعمل لها المنظار بدري بتنتهي مشكله البطانه المهاجره عندها تماما قبل ما تخش في الدرجه الثالثه والرابعه. بطانه الرحم المهاجره تشخص باجراء بسيط هو المنظار، ابيض ولا اسود؟ ابيض طبعا. المنظار الباطني في اقل من خمس دقائق بتعرف فيه بطانه مهاجره ولا لا، واذا كانت موجوده بتكوها في خمس دقائق لو بدري. لكن درجاتها بقى هي اهم ما في المنظار تقييم البطانه المهاجره. يعني المنظار بيتعمل اولا لتقييم درجه البطانه المهاجره، درجه الدرجه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه، والهدف من المنظار ايه؟ يعني هل ده منظار على كيس الشوكولاته؟ يعني ده كيس اللي بيقولوا عليه كيس الشوكولاته بتاع الست، ودي اللي انا فيها كلام لما يجي السؤال. المنظار في الحاله دي هو الجولد ستاندرد بتاعنا، اللي هو الاساس. ما فيش حاجه اسمها جراحه، ما فيش حاجه اسمها تدخل بالمشرط، ما فيش لازم المنظار، ولازم الكيس يتشال بالطريقه دي بالظبط زي الست ما بتشيل القشره الجلد بتاع القناصه. يعني القناصه كل الستات بينضفوا القناصه ويشيلوا الجلده، الجلده دي هي كيس البطان. لو تقدر تشيل الجلده دي بسهوله زي ما اي ست تشيلها كده بالمنظر ده، خمس دقائق 10 دقائق وخلصت. يعني بطانه المهاجره خمس دقائق 10 دقائق ماكسيموم. ومهم جدا يا ايمن بيه، مهم جدا جدا جدا، ان ما فيش حاجه اسمها اخش اعمل منظار، اخش اعمل جراحه وانا مش مقيم مخزون المبيض بتاع الست دي. ده يعني من اكبر الاخطاء اللي بتحصل في مصر، ان الدكتور يخش يعمل بطانه مهاجره وفرحان بالكيس قوي، وبعد ما خلصنا بطانه مهاجره بقى بطانه مخزون المبيض بقى 4.5 5، يعني اضع على خلفها. اعمل ده بدون النظر للبطانه للمخزون المبيض في حاله واحده بس، ست مش عايزه عيال، خلفت عائلين ثلاثه لكن ما خلفتش، هو ده الغالب انه بقى كلهم ما خلفوش. لا يمكن بطانه الرحم تتعامل بالمنظار او جراحه او اي تدخل الا ما اكون عامل مخزون مبيض كام، لان انا هخش بالمنظار او غيره مخزون المبيض هيقل عندي من 2-3 لـ2. طب لو هو واحد بقى نص او 4.5، يبقى انا قضيت على البويضات بتاعها. لان وانا بشيل الكيس بشيل معاه شويه بويضات، وانا باكو اي حته هحرق شويه بيض. يبقى في الحالات دي بنلجا لوسيله اخرى، هو العلاجي مع اللجوء للحقن المجاري. عظيم.
السؤال القادم سبب سؤال مهم قوي. بطانه الرحم المهاجره سبب من الاسباب الاساسيه لفشل الحقن المجهري، كلام ده ابيض ولا اسود؟ هو من الاسباب قله نجاح الحقن المجهري، لكن علاجه اتفه ما يمكن. يعني هو ده طبعا ابيض، يعني من الاسباب الاساسيه اللي تقلل نسبه النجاح. نسبه النجاح عندنا 60 تبقى معاها 40. ايه سبب في دي؟ حاجات كتيره قوي. واحد، البطانه المهاجره بتدينا بيض وحش، لان في حرب شغال. احنا قلنا بطانه مهاجره يعني في حرب، يبقى نتاج هذه الحرب بيضه وحشه، بيئه غير جيده لانتاج بيض كويس، وسيتوكاند وفيها مشاكل يعني، فبيئه غير صالحه للبيضات. لكن اقدر استعيد بدي بكلام بسيط خالص، اللي هو الالترا لونج بروتوكول، اللي هو البروتوكول طويل المدى، ان انا اديها قبل العمليه 3-4 شهور حقن توقف التبويض تماما، وتفضل وتبقى البيضات طالعه بعد كده كويسه جدا دون اللجوء لعمليات جراحيه. واعتمد على البريجننس اللي هيحصل، الحمل اللي هيحصل بعد كده، ان هو ده هيسبب الى حد ما تخفيف جدا من البطانه المهاجره. هعتبر الحمل ثيرابيوتيك، ثيرابيوتيك بريجننس الى حد ما ثيرابيوتيك، لكن هو بيشيلهاش، ولكن بتقل بشكل غير طبيعي، وممكن الحمل يتم في الحمل اللي جاي لوحده. لانها فضلت سنتين مفيش دوره. بطانه الرحم المهاجره بعبع كبير جدا لحاجتين، المبايض يسبب مشاكل كثيرة فيهم، وقنوات في اللوب يسبب أيضا مشاكل عديدة لهم. أبيض طبعا، أبيض، بس هو قناة في اللوب ما بيسدهاش، ما فيش بطانة رحم تسد قناة في اللوب، تأثر عليها من بره بس، تعمل التصاقات في قناة في اللوب. لكن في أصعب الحالات من البطانة المهاجرة الدرجة الرابعة، قناتي في اللوب مفتوحين، ما بتأثرش عليها إلا إذا كان عندها حاجة اسمها البطانه المهاجره نفسها في قناه في اللوب نفسها، فتقفلها من قدام، تعمل حاجه اسمها فيمبريوزس، تقفل الفيمبريا، تقفل الاطراف الخارجيه، اماكن الالتقاط الاخيره في القنوات. لكن في الغالب في البطانه المهاجره، ودي حته يعني بالمشاهده، ان قناتي في اللوب لا يتاثروا من الداخل بالبطانه المهاجره، من الخارج بس، تلتصق في المبيض، تلتصق في الامعاء، تعمل التصاقات في الرحم كده يعني. الانبوبه تلتصق في حاجه ثانيه من الحرب، لكن من الجوه لا. خلينا نروح للجزء الثاني بأسئلة شديدة الأهمية، وأيضا زي ما بيقولوا شديدة القسوة، عشان نبين مين هو بقى المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، أم بريء؟ من يقوم بالحقن المجهري لحالة فيها بطانة رحم مهاجرة مباشرة؟ دي قضية هي. أي متهم ولا جاني ولا بريء؟ والله شوف، أنا أقول لحضرتك على حاجة، دي مش عايز أقول يعني مش عايز أقول بريء أو متهم أو جاني، لأن هي لها بعض الاختلافات بين الأطباء وبعضها، وأنا مش عايز أزعل حد يعني. أنا عن نفسي لو حالة فيها بطانة مهاجرة وإي إم إتش بتاعها واطي، مخزون مبيض واطي، ببدأ على طول بحقن مجهري، ما ببدأش بمنظار، لأن المنظار هيقلل لي. أنا بتكلم عن نفسي. لكن في بعض الزملاء لابد يعمل منظار الاول، لو عنده لو عنده ام اتش عالي ممكن يعمل منظار الاول. المنظار هيريحه من فكره البويضات تبقى حلوه. لكن انا بلجا للنظام العلاجي في الاربع شهور، الالترا لونج بروتوكول، وديها اربع شهور الاول، فيحسن البويضات وبتحمل. ومش عايز اقول لك نتائجهم بعد ما بياخدوا الالترا لونج بروتوكول ما بتقلش عن 60%، يعني زيها زي الواحده العاديه بالظبط، مفيش ديفرنس خالص. لكن لو في التصاقات شديده جدا وبطانه الرحم عامله لها الام مبرحه جدا، الافضل ان اعمل لها منظار يعني. البنت الست اللي عندها البنت او حتى الست اللي عندها الام في الدوره الشهريه شديده، تعتبر ان الالم الشديد ده بالعكس ده شيء ايجابي او شيء منطقي يعني، والعيله بتنقل لها الفكره دي، وماشيه عايشه على المسكنات لما بيجي لها المشكله ديت، وما بتروحش للدكتور. التصرف ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده متهم. لو الست مامتها واخواتها لاحظوا ان الام الدوره بتبدا مع البنت دي قبلها قبل الدوره ما تنزل باسبوع مثلا، وتستمر الالام معاها 5 ايام، واهملوا في الفحص وعلاجها، لان غالبا دي بتبقى بطانه مهاجره، واهملوا فيها، فهم ناس متهمين فعلا، وتصل لمرحله اللي بعد المتهم كمان. لان الافضل ان ثقافتنا المصريه تتعدل بان فكره البنت تكشف عليه. الراي بقى او
يعني الاتجاه اللي بيرفض التدخل في بطانه الرحم المهاجره بالمنظار، بيقول انه هذا لن يجدي باي شكل من الاشكال في نفع، لان انا في الاخر مش هقدر اوصل لكل البؤر الخاصه بطانه الرحم المهاجره. ده ناس بتقول كده، ده جاني جاني ده جاني متفق معاك، ده جاني بشكل بشع. يعني ده بيدي البطانه المهاجره بتبدا في اول حياه الانسان درجه اولى، تسيبها شويه تخرج درجه ثانيه، اسيبها شويه درجه ثالثه، اسيبها شويه درجه رابعه، واثرت لي على الحمل واثرت لي على كل حاجه في الدنيا بقى. فان انا ما اتدخلش من المنظار مبكرا، ده العكس، المفروض ابدا اتدخل من المنظار مبكرا وهي لسه درجه اولى، اشيلها بسهوله جدا في 10 دقائق، لكن استنى تخش ثانيه وثالثه ورابعه. ليه كده؟ ليه؟ ايه الفكره في الايه؟ في ان انا اتاخر على العيان ما عملوش منظار، ده خطر رهيب جدا. وبعدين في الاول وفي الاخر احنا بنبحث عن حاجتين، هل هو الم ولا حمل؟ يعني هو الهدف الطبيب، هل هو الست دي مخلفه مثلا مع عيلين وعندها بطانه مهاجره؟ يبقى بتدور على الالم. ما البطانه المهاجره ماشي على عرضين بس، يا الم يا منع حمل. اذا العيان بيبحث حسب شكوته، يبحث عن الم يبقى عمل له اي وسيله او قفل بقى الامن، يعني علاج بس عادي مش شرط منظار. منظار، جراحه، اي حاجه ما دام هو الم بس اشتغل باي وسيله. لكن بدور على الحمل ما فيش غير منظار بس. لا علاج هيجدي ولا جراحه هتجدي، الجراحه هتزيد الطنبل وتعمل سخط اكتر من الاول. الجراحه اللي هي الجراحه المفتوحه العاديه، فتح البطن يعني. ده يعتبر الجريمه يعني. مش طيب السؤال الجاي مهم قوي. من يهمل تاريخ المريض الطبي ويهمل تحليلات الهرمونات الخاصة بها، يطنش ويدخل على الموضوع كده بدون النظر إلى الحاجتين دول؟ هو ده اللي بتكلم فيه، ده جاني. الـ AMH لو ما عملوش قبل العملية هو جاني وخرب بيت العيان، خرب بيته فعلا. يعني أنا بيجي لي حالات والله يا دكتور أيمن عاملة بطانة مهاجرة الـ AMH بتاعها بقى 2/10 ده ما يرضيش ربنا طبعا، لأن هو بيعمل إيه؟ شال الكيس وبتنزف يقعد يكوي يكوي مكان الكيب، كل ما يكوي حته يحرق شويه البيض اللي حواليه، يكوي حته ثانيه يحرق شويه البيض. ده في ناس بتمسك مكان الكيس كله تحرقه تكويه بالنار. طب هو كل البيض الملامس لهذه الكيمات اتحرق. يعني الواحد لو البيضه اتسلقت ما ينفعش تخصب تجيب جنين ثاني، يعني ما ينفعش تجيب كتكوت، يعني باظت اتسلقت. سلق يا ست. ايوه ما هو انت لو سلقت البيض حرقت البيض ما هو الدنيا باظت خلاص. والله بأمانة يعني أنا شفت حاجات كتيرة جدا البيض بتاعها محروق كله يعني. تعالى بقى تعالى بقى بعد هذه الفقرة الغير مسلوقة اللي خدت زي ما بيقولوا يعني ويل دان، شرح تفصيلي وتوضيح جدا. هو لازم الإنسان يبقى حكيم يعني جدا، اللي بيعمله يبقى فيه حكمة. بطانة الرحم المهاجرة بالذات لازم أكون حكيم جدا. تخيل أنت عندك مبيض قد كده في قلبه كيس والبيض مفروش على الكيس. اشيل الكيس الكيس واكوي البيض ده كله؟ طب انا حرقته كله. هنا الموازنه بين بين الفوائد والاضرار الناتجه عن دي الفكره. ما الاقي الام اتش بتاعي واطي ما اعملش بقى. ده الترونج بروتوكول. كالعاده بستمتع بالحوار معك، وعندك بقى المرحله الشويه اللي جايين دول كميه اوهام او ربما حقائق. أيوه. عايزك تصلح لي هذه الاوهام والحقائق المحيطة بورم بحالة مرضية. شفت قلت ورم ازاي؟ بحالة مرضية وهي قالوا عليها انها ورم كاذب فعلا فيها صفات الورم. تعالوا نشوف الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ بطانة الرحم المهاجرة من ناحية الغموض اشبه بمثلث برمودا، غامضة خالص غير معروفة الاسباب. حقيقة يا لا مجموعة، شوف كلما تعددت النظريات اختلف العلماء. كل واحد بيقول نظرية من شكل، وهي النظرية الأوقع اللي هي نظرية السلومك ثيوري، اللي هو أنسجة موجودة من الطفولة وهي بطن الأم، أنسجة موجودة في مكان معين. خدت بالك معايا؟ اللي هي السلومك ثيوري اللي هو إيه؟ سيلز موجودة وبتنمو مع هرمونات البنت لما بتكبر. كالعادة بتبهرني وبتسعدني بحالة العلم الرائع والشرح المستفيد وروحك الجميلة المشرقة المتعاونة المحبة لكل أفراد المجتمع الطبي، وفي نفس الوقت كمان المتفانية في مجتمعها
الرائع جدا المهم جدا في منطقة الدلتا، اسم كبير، أداء وتاريخ عريض جدا من الأداء والمثابرة، وطبيعتك الشخصية بتفيد هذا، وبشرف كبير لينا وجودك في عائلة الناس الحلوة والدكتور. ده أنا اتشرفت جدا بضم العائلة، وننتظر منك دايما حلول بشخصيتك الحادة الجميلة اللي هي الحادة الناعمة اللي هي الفاصلة لا يمين شمال، اصحى يا عم. ضيف العزيز ضيف العزيز الاستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي، كان مبهرا وكان ممتعا في الناس الحلوه. خليكم دايما معنا.